لو تسمح أن تتفضل لنا بتعريف مخطوطات صنعاء لمن لا يعرفها، تفضل أستاذ سامي. شكرا على استضافتي، والمعذرة للمشاكل الفنية. جدا سعيد بوجودي بينكم، وهذه نحن ليس أيضا أول مرة أنا بكون بينكم في الحقيقة. وقد تكلمنا عن مخطوطات صنعاء في حلقة سابقة، ويعني أثرت الموضوع لأن مخطوطات صنعاء، أو بالأحرى ميكروفيلم مخطوطات صنعاء، اختفى منذ أكثر من ربع قرن. ربع قرن ومش عارفين يعني وين راح الميكروفيلم. وأنا شخصيا كنت كاتب لبروفيسور بوين، أو الباحث بوين، سألته فين موجود هذه المخطوطات. هذا من زمن طويل، من عام 2013، وما ردش عليا، ما ردش عليا. طيب، للي ما بيعرف ما هي مخطوطات صنعاء، أولا أبدأ بتطمين المستمعين بأن ميكروفيلم مخطوطات صنعاء الآن متوفرة أو موجودة في برلين، وقريبا جدا في نهاية الشهر القادم حسب المعلومات التي وصلتني مباشرة وكتابة من القائمين على وضعها في الإنترنت، هذه المخطوطات سوف تكون متوفرة للجميع مجانا. أبدأ بتقديم ما هي مخطوطات صنعاء بالمختصر المفيد. هي مجموعة من المخطوطات والرقائق القرآنية تبلغ حوالي 4500 مخطوطة، كتبت بالخط الكوفي والحجازي وغيرها من الخطوط غير المنقوطة. تعد بعضها من أقدم النصوص القرآنية الموجودة، تعود للعصور الأولى للإسلام، ويعتقد أن بعضها كتب بخط علي بن أبي طالب. هذه مقولات. وقد اكتشفت تحت سقف الجامع الكبير بصنعاء القديمة عام 1972، يعني حاولوا يرمموا السقف فوجدوا هناك هذه المخطوطات تحت السقف. وكانت العادة يعني إما عند اليهود أو غيرهم، أن كلما كتب عليه اسم الله لا يرمى. ولهيك يعني وجدت عدد من النصوص اليهودية في أماكن محفوظة فيها. ولهيك أيضا وجدنا مخطوطات البحر الميت، قمران، مخطوطات قمران، يعني يحاولوا الحفاظ على هذه المخطوطات ولا ترمى. وهذه المخطوطات إذن تعتبر من أقدم المخطوطات الخاصة بالقرآن. لما تم اكتشافها إذن 1972، مولت بعد اكتشافها مولت الحكومة الألمانية بأكثر من 2 مليون مارك ألماني ترميمها، بداية من 1981 إلى 1996. كان القائم على المشروع الأستاذ جيرد بوين من جامعة سارلاند، الذي عمل على هذا المشروع لحد 1985. ثم قام هانس جاسبر جراف فون بوتمر، كان يعمل كمساعد في معهد تاريخ الفن، هو متخصص في الفن. إذا هذا الشخص قام عام 1997 بعمل قرابة 35,000 صورة أو ميكروفيلم، يعني على ميكروفيلم. ترك نسخة منها في دار المخطوطات في صنعاء، ترجمة
ترك إذن نسخة منها في دار المخطوطات في صنعاء، والثاني أتى فيها إلى ألمانيا. وبعد ما أتى بها إلى ألمانيا، يعني هذا كان عام 1997، واليوم عام 2022، ما حدش كان يعرف وين راحت هذه المخطوطات. يعني تصوروا الفضيحة، 25 سنة بالتمام، 25 سنة ضاعت علينا، ما أعرفش، يعني لم يصل إلى بعض تلك الصور إلا العدد القليل من الباحثين، والباقي اختفى. وأنا حاولت، يعني مثل ما قلت لكم، أنا كتبت للبروفيسور بوين وقلت له فين هاي المخطوطات اللي أنت اهتميتوا فيها، ولا رد عليها ولا رد عليها. و صدف اني تعرفوا اني اسجل حلقات مع الاستاذ كريستوف ليكسنبير حول القراءه السريانيه للقران، فاغتنمت هذه الفرصه هذا العام وسالته هل عندك علم بمخطوطات صنعاء، لانه هو من جامعه سارلاند. فخبرني امور غريبه عجيبه. من بين هذه المعلومات الغريبه العجيبه انه بداية اللي كانوا يقوموا بترميم هذه المخطوطات كانوا يعني لم يعملوا أي تصوير صور لهذه المخطوطات، هم فقط رمموها وتركوها في صنعاء. فكريستوف ليكسنبير تدخل وسألوا لابوين انتوا عملتوا أفلام أو صور لهذه المخطوطات؟ قال له لا، احنا فقط رممنا المخطوطات. قال له هذا يعني موقف غير مسؤول، انتوا رحتوا فقط لزقوا اوراق في الصنعة. طيب اكتبوا لوزارة الخارجية الألمانية وقولوا لهم انه مولوا واحد يروح يصور هذه المخطوطات. في البداية قالوا لا، احنا ما عندناش فلوس، انتهى البرنامج. فليكسمبير بذاته يعني شدد على بوين، قال له ما يصيرش هيك، لازم تعيدوا تكتبوا لوزارة الخارجية، قول لهم يعني اعطونا على الأقل 50,000 مارك علشان نصور هذه المخطوطات. فآخر الأمر وافقوا على هذا الموضوع، وراح هانس جاسبر جراف فون بوتمر إلى صنعاء، وأظن اشتغل مدة 3 أشهر، وعمل إذن هناك أفلام أو ميكروفيلم، ترك كما قلت نسخة منها في دار المخطوطات في صنعاء، والنسخة الثانية أجا فيها إلى ألمانيا. وفين راحت هذول المخطوطات؟ قال لي الأستاذ لوكسمبرغ أنه أثار هذا الموضوع في اجتماعات. فبوين وأوليغ اثنين يعني متخصصين في الإسلاميات قالوا له خلاص اسكتوا، ما تعملوا لناش فضيحة. قالوا فضيحة على شو؟ قال هذا صاحبنا فون بوتمر راح المكتبة، والمكتبة قالوا له هذول عندنا احنا المخطوطات هذول، احنا لم نضعها في الكتالوج تاع المكتبة ومش عارفين شو نعمل فيها. قال خلاص انا باخدها معي، وراح فيها على البيت عنده. الله، هو الحكومة الألمانية دفعت فلوس 50,000 مارك للجامعة، وأنت رحت كموظف للجامعة بدعوة من الجامعة، موكل من الجامعة تصور حتى تاخد الميكروفيلم معك. فأستاذ لوكسمبير يعني قال لهم ما بصيرش الأمر هذا، احنا عايزين إنه هذول المخطوطات يرجع. قالوا له لا، اسكت، أفضل تسكت.
احنا مش عايزين فضيحة، ولا حد عارف ايه الفضيحة، ولا حد عارف ايه الوضيحة. فانا قلت له لا استاذنا الكسامبير، طيب هنعمل ايه؟ يعني المخطوطات هدول يطروا علينا، لانه هلا وقت حرب، او الميكروفيلم يروح علينا، احنا وقت حرب الان في اليمن، ومستحيل واحد يروح يصورهم من جديد، مستحيل المستحيلات. فهدول المخطوطات ما نعرف فين راحوا. فأنا يعني انزعجت جدا كيف إنه أساتذة جامعات ألمانية تسكت على الموضوع وما حدش يثير الموضوع. فأنا أول ما وصلني الخبرية من الأستاذ لوكسمبرغ كتبت لحوالي 100 شخص، 100 شخص، وعملت شريط في هذا المجال، وقلت لهم إنه والله إحنا عايزين هدول المخطوطات ترجع. والأستاذ لوكسمبرغ طرح إنه نكتب لرئيس الجامعة وللصحف ولليونسكو. اليونسكو كان عاملة فقط بعض الصور لهذه المخطوطات، يظهر عليها اختفت، كان في 2 CD اختفوا من الانترنت حسب المعلومات، بس أنا يعني نسختهم في الكمبيوتر تاعي هذول، بس عدد قليل جدا من الصور. طيب وبعدين يعني أنا بعت لعدد من الأساتذة، قرابة 100 شخص وباحثين ومهتمين في الأمر، ولا جاء جواب ولا شيء. واحد من اللي كتبت له بعت لي رسالة بيقول لي أنا سمعت إنه يعني هذا راحت على المؤسسة الفلانية، بس يعني شكيت في الأمر، مش مشكلة. فأنا يعني قلت هعيد الكتابة ليهم، هعيد الكتابة ليهم ومثل هيك. فأخيرا الأستاذ لوكسمبرغ قال لي إنه في واحد في مؤسسة أنارة وصلوا الخبر إنه هدول هذا الميكروفيلم راحوا على مؤسسة بسموها بروسيشر كولتور بيزيتس، بروسيشر كولتور بيزيتس، مؤسسة في برلين. وهذه المؤسسة تضم مكتبة وبينها أيضا نصوص قديمة لصنعاء، بس مش المخطوطات هاي اللي احنا بنتكلم عنها، بروسيشر كولتور بيزيتس. قلت له طيب هذا اللي اعطاك الخبر انت متأكد منه؟ قال لي اه، وانه هلا بيعملوا عايزين يحطوه على الانترنت، وبعدين الكل ممكن يطلع عليهم. قلت له طب هذا هو حكي بحكي، احنا عايزين منك، عايزين رسالة من المؤسسة فعلا انه هذه المخطوطات عندهم ولا لا، او الميكروفون مخطوطات ام لا. طيب هذا الشخص اللي قايم بهذا الموضوع اسمه ايه؟ قال لي اسمه راوخ. قلت له راوخ ايه؟ يعني هذا اسم العائلة راوخ، ما هو اسمه الصغير؟ قال لي مش عارف، قال لي مش عارف. فانا بحثت، دورت على هذه المؤسسة بروسيشر كولتور بيزيتس، وبحثت عن اسمه، وجدت انه اسمه كريستوف راوخ، كريستوف راوخ. فانا حال ما عرفت الاسم، يعني ثاني يوم بعد ما خبرني كريستوف لوكسمبرغ عن هذا الخبر، بعت رسالة في 15 مايو، يعني قبل من يوم، كان يوم احد، لكريستوف لوكسمبرغ، وقلت له أنا وصلني الخبر إنه هيك هيك، إنه هذه المخطوطات، إنه هذا الميكروفيلم عندك، هل أنت تأكد لي على هذا الخبر صحيح ولا لا؟ وإن كان فعلا صحيح فتخبرني يعني إمتى حتكون متوفرة. والغريب في الأمر إنه في نفس اليوم، يعني أنا بعته يوم، لا يوم الأحد 15 مايو 2022، فأنا قلت يعني يوم الأحد هو لازم ننتظر منه يوم يومين يروح للمؤسسة ويجيب، لأنه يوم الأحد الناس يستريحون. لكن الغريب في الأمر إنه نفس اليوم
يوم الأحد بعد الظهر، أنا كتبت الصبح، يوم الأحد بعد الظهر وصلني الجواب، وأنا هقرأ لكم الجواب لأنه هذا مهم جدا. شو يقول لي؟ أنا هقرأ لكم الجواب اللي بعت لي إياه كريستوف راوخ. كريستوف راوخ هو يعني يعمل في قسم القسم الشرق او العلوم الشرقيه وما اعرفش ايه اورينت. فقل لي الدكتور السيد دكتور سامي الديك، شكرا لك على بريدك الالكتروني. سافرت الى ساربروكن في عام 2019. لا تنسوا انه الفيلم عمل 1997 2019. إذن سافرت إلى واستلمت مجموعة الميكروفيلم التي تم تخزينها في منزل الدكتور جراف فون بوتمر، وقد أعرب عن رغبته في رؤية المواد محفوظة في مؤسسة عامة. ما اخبرنيش إذا هو توفى أم لا، هل هو جاء في وصية أم لا، لكن كان رغبته إنه هذه المخطوطات بدل ما تبقى في بيته، أصلا هو ملوش حق فيها، فإزاي ياخدها لبيته؟ المهم إنه استلم مجموعة الميكروفيلم التي تم تخزينها في منزل الدكتور. هذا هو اللي يقول لي. إذا شكرا لك على بريدك الإلكتروني. سافرت إلى ساربروكن في عام 2019 واستلمت مجموعة الميكروفيلم التي تم تخزينها في منزل الدكتور جراف فون بوتمر. كان أخيرا قد أعرب عن رغبته في رؤية المواد محفوظة في مؤسسة عامة. بالإضافة إلى ذلك تلقيت مجموعة من الشرائح الملونة والمطبوعات الورقية مع تفاصيل صفحات مخطوطات من أرشيف بوتمر الشخصي، حوالي 3000 صورة، وتتضمن تلك المواد تاع الميكروفيلم يعني 44 ميكروفيلم يحتوي على قرابة 30,000 صورة، 30,000 صورة مأخوذة من 925 قطعة من القرآن، 925 قطعة من القرآن. وقد تم مؤخرا رقمنة جميع المواد بتمويل من الحكومة الألمانية، ونأمل أن يتم الانتهاء من عملية إنتاج الصور وفهرسة البيانات الوصفية قريبا جدا. خطتنا هي نشر كل شيء وجعله مفتوحا للجميع في غضون الشهرين المقبلين في المجموعات الرقمية لمكتبة ولاية برلين، وذلك بحلول نهاية يونيو 2022. لا تتردد في الاتصال بي مرة أخرى إذا كانت لديك أسئلة أخرى. مع أحر تحيات. هو أجابني بالإنجليزي، وهو أعطيكم هنا لقبه والمعطيات تعونه، هو كريستوف راوخ لايتر ديل اورينت اورينتال اورينت ابتايلونج، لايتر ديل اورينت ابتايلونج يعني رئيس قسم الشرق، شتاتس بيبليوتيك سو برلين، شتاتس بيبليوتيك سو برلين بروسيشر كولتور بزيتس. اسم الشارع بوتس دامر شتراسي 33، برلين، الرقم البريدي 10785. إذن في ألمانيا. وأعطيكم رقم التلفون تاعه للي يحب يتأكد، 0049 30 266 43 58 00. و يعني اذا انت بتكتبوا في الانترنت بهذا بروسيشر كولتور بيزيتس
كريستوف راوخ تقع على صاحبنا. فهذه وصلتني إذن معلومات كتابية مؤكدة. حال ما وصلني الخبر طبعت الحال، أنا في نفس اليوم أرسلت رسالة شكر إلى كريستوف راوخ، وبعت نسخة من رسالته إلى أكثر من 100 شخص بأنهم أساتذة جامعات. والغريب في الأمر ما حدش شكرني على هذه المعلومات، لأنه كأنه أمر عادي، كأنه أمر عادي. يعني إحنا إلنا ربع قرن بننتظر هذول المخطوطات أو الميكروفيلم مخطوطات يكون بين إيدينا مشان الباحثين اشتغلوا عليها، اختفت كأنها ملح وذاب. ولما عرفنا فين موجودة الباحثين اعتبروا انه لا مش مشكلة، يعني ايه ده ولا شيء. وكان لازم يحتفلوا بهذا الخبر الجيد اللي ما حدش حتى كان يعرفه، لم ينشر عن هذا الامر بتاتا. هذا صاحبنا كريستوف راوخ كثر خيره انه خبرنا انه فعلا امه قاعدين بعده انه كل هذه المخطوطات تكون على الانترنت. جميل جدا، جميل جدا. 100 شخص بعثت لهم من المسؤولين، أساتذة الجامعات بفرنسا، بإيطاليا، الدول العربية، في الولايات المتحدة، بعثت لهم الخبر خالص ولا كأنهم استلموا شيء. ما حدش يعني بعث رسالة نشكرك على المعلومة، ما حدش. لك إخواني، هذه المخطوطات أو هذا الميكروفيلم من أهم نصوص القرآن المتوفرة وأقدمها، ننتظرها من مدة ربع قرن، اختفت ما حدش سألها عنها، ظهرت ما حدش شعرها أي اهتمام. لا أدري لماذا هذا الجمود من قبل الباحثين والأساتذة الجامعات اللي يشتغلوا على الدراسات القرآنية. أنا كنت أثرت هذا الموضوع في موقعكم هنا قبل مدة، قبل ما يصلني خبر كريستوف راوخ. وكنا عايزين نعمل يعني عريضة ونوقع عليها ونثير الموضوع إما بالصحافة أو أمام رئيس الجامعة أو غيره وغيراته. وأشكر اللي اتصلوا بي، اللي حاولوا يعني يساعدوا في هذا المجال. وأنا قلت لهم انتظروا شوية، لأنه أنا بدأ يصلني بعض المعلومات عايز أتحقق منها. والآن تحققنا منها، وأنا أشكركم إنكم يعني سمحتوا إنه العودة للكلام عن هذا الموضوع. فهذا خبر أنا أعتبره بغاية الأهمية، وأمل إنه حال توفر هذه المخطوطات في نهاية الشهر القادم أو الميكروفيلم، يقوم المتخصصين يعني اللي يعرفوا المواضيع الفنية يستنسخوا كل هذه المخطوطات ويحتفظوا فيها أو يحطوها في أماكن أخرى، حتى يعني نثير اهتمام الباحثين. هل ما هو مضمون هذه المخطوطات؟ يعني هو لم يتم البحث إلا في بعض الصفحات منها، يعني قليلة جدا، ما بعرف كم نسبته يعني، بس قليلة جدا. أما الباقي لحد الآن إحنا مختفي عنا، ما نعرفش. فناس بيقولوا لا، هذا يعني حتثبت انه هذا النص القرآني اللي بين ايدينا يختلف عن النص القديم. يعني هناك من يعني في بعض الصفحات اللي وفرت او الصور التي توفرت من هذه المخطوطة يظهر انه هناك بعض الاختلافات، او انه تم شطب او حذف بعض الكلمات واستبدالها بكلمات اخرى، لكن هذا شيء بسيط جدا. يعني ما نقدرش نحكم يعني ما هو مضمون هذه المخطوطات.
كانت هناك طالبة من أعداء أو من صنعاء، كانت بنت لواحد من القائمين على مخطوطات صنعاء، كانت عاملة رسالة ماجستير واستشهدت ببعض الصفحات، يعني عدد قليل جدا من الصفحات من هذه المخطوطات، لتثبت أنه هذه المخطوطات لا تختلف عما جاء في القرآن الحالي. هذا ما تقوله هي على أساس العدد القليل من المخطوطات، لكن يجب أن نعرف أنه هذه هناك عندنا حسب أستاذنا السيد هذا كريستوف راوخ، أنه هناك كم منهم، يقول لك إيه، أقول لك هيك أهو، يقول لك إنه تتضمن 30,000 صورة، 30,000 صورة. والغريب في الأمر حتى اليونسكو اللي هي كان لازم تكون قائمة يعني على هذه المخطوطات، لأنه هذا جزء من التراث البشري والعربي والإسلامي، ولا تسأل عنه، كأنه ولا شيء. فهمت علي؟ فأنا هذه يعني مستغرب جدا موقف الباحثين الغربيين. يعني أنا في الواقع يعني لما سمعت أستاذ كريستوف ليكسنبير يتكلم كيف أسكتوهم، قلت معقول هذا الأمر يتم في جامعات غربية، وألمانيا بالتحديد اللي معروفة عنها يعني اهتمامها بالدراسات القرآنية وهيك. استغربت الأمر، فهمتم علي؟ والأغرب من ذلك إنه اليونسكو ولا عارت الموضوع شيء، يعني ولا شيء. دكتور سامي، نعم تفضل. يلا أنا هنا انتهيت أنا مداخلتي، وإذا عندكم أسئلة تفضلوا طبعا أنا أمشي. اكيد يلا الكثير من الاسئله دكتور سامي. تفضل. طبقا للوقائع التي سردتها، يساورني سؤال حول مدى اعتقادك ان مكان اختفاء هذه المخطوطات، او بالاحرى المايكروفيلم الذي يحتويها، طيله ربع قرن تقريبا، اذا ما كان هذا الاختفاء بريئا اولا، قبل ان ندخل في صلب الموضوع وعلى ما تحتويه. أولا، هل كان أو هل تعتقد أن هذا الاختفاء بريء؟ يعني كما يحصل مع عديد الاكتشافات الأركولوجية الأخرى التي تهم في بلدان الأرض شرقا وغربا، أم أنه اختفاء مدبر له؟ أسألك هنا عن اعتقادك طبقا للمعطيات التي سردتها علينا، والتي وضحت تماما أنه من الغريب جدا، وعددت عديد المرات أنك تستغرب عدم اهتمام الباحثين حول ضياع هذه النسخة، دعنا نقول الثمينة من القرآن. تفضل أستاذ سامي. شكرا على سؤالك، هذا فعلا يعني يستحق يطرح هذا السؤال، ويستحق واحد يحاول الإجابة عنه. لكن أنا اللي يزيد استغرابي إني أنا بعت رسالة لأكثر من 100 شخص. أنا مين أنا؟ ولا شيء، يعني صحيح باحث ومترجم واللي تريده صح، لكن أنا كنت متوقع إنه سادة الجامعات يثيروا الموضوع. كيف ممكن انه يكون اللي اخذ المخطوطات معه على البيت مش بريء؟ ربما، لكن لماذا بوين سكت؟ لماذا اوليك سكت؟ لماذا اسكت؟ لما اجى استاذ كريستوف ريكسنبرغ قال له لا، انتوا لازم ترجعوا لنا هذول الميكروفيلم، هذا ملك الجامعه، ما يحق تصرف. قالوا له اسكت، ما بدناش فضيحه. فضيحه على شو؟ فضيحه على شو؟ هو في فضيحه؟ يعني معناته في فضيحه؟ ما هو إذن دكتور سامي، أنت تلمح إلى وجود تدخل ما من أجل حجب هذه المخطوطات، ما اقدرش لعل ما تحتويه يكون يعني صادما للبعض. ما اقدرش أحكم يعني السبب، ما اقدرش. أنا يعني أنا ألاحظ إهمال، ألاحظ أولا إهمال من الباحثين الغربيين. ما هو السبب؟ ما أعرفش. واللي أستغربه كمان إنه أنا لو كنت مكانهم كان كلبت السماء والأرض علشان أسترجعهم.
واول ما وصل للخبر من كريستوف لوكسمبرغ، لان انا عايش في سويسرا مش موجود انا في صار في ساربروجن او مثل هيك في الجامعات الالمانيه، اول ما وصلني الخبر يعني تحركت أكيد. وبعثت رسائل. والغريب في الامر انه لما انا خبرتهم انه لا الان اطمئنوا المخطوط الميكروفيلم موجود وان شاء الله قريبا سيكون متوفر للجميع، اخذوا الخبريه كانه ولا شيء. نفس الشيء حتى واحد كتب لي، كان كاتب لي، انا كنت ناشر شريط عن هذا الموضوع، قال لي انا عندي خبريه انه هذول الميكروفيلم بيعت الى جزء منها لقطر والجزء الثاني للسفير السعودي في اليمن. قلت له طب انا عايز اثبات على هذا الكلام تاعك، لانه اذا بيعك يا خراب بيت ابونا، وهل هذا اللي عمل الميكروفيلم احتفظ بنسخه ام لا ما ندريش، وحتى ما اعرفش ده. يعني انا حاولت اجد عنوانه وايميل تاعه ما وجدته، يظهر انه متوفي، ما ادريش يعني. وهل هو سلم هذه المخطوطات هو بذاته ام الورثه تاعونه، ما بعرفش يعني، ما عنديش علم. وانا مش عايز يعني اثير انا مش عايز اثير الموضوع مش عايز أثير الموضوع في الواقع حاليا. يعني ما هي خفايا اختفاء هذه المخطوطات؟ وتصوروا حتى ولا الدول العربية اهتمت، ولا الدول الإسلامية، ولا الباحثين. يا ما عندنا باحثين من الأزهر ومن هيئات أخرى، أو يعني حتى الجامعات التونسية والجزائرية والمغربية، ولا شيء. لك يا أولاد الحلال، هذه أهم مخطوطات للقرآن وأقدامها اللي وصلتنا، كيف أنتم ما بتهتموا بيها؟ ما سبب عدم اهتمامكم؟ يعني ممكن تكون إنه الألمان والله، أو الشخص اللي كان موكل فيها، يعني هو مثل ما أنت قلت خايفين إنه يكون مضمونها مثير للجدل مثلا. طيب وليش الدول الإسلامية والعربية والباحثين في الدول العربية والإسلامية لم يثيروا الموضوع؟ ليش الباحثين أنا كتبت مثلا للبروفيسور جابرييل سعيد رينولدز بعد إذنك دكتور سامي، أنا أود أن أتوجه بنداء للدكتور محمد المسيح لأن يلتحق بنا إلى المنصة، ونرحب بكل من هو حاضر معنا في الغرفة وكل من يستمع إلينا وإليك. عفوا على المقاطعة، ولكن أردت أن أوجه نداء إلى الدكتور محمد المسيح، عسى أن يطلع بحثنا. أنا كتب لي إنه فعلا يريد أن يكون حاضر لهذه الحلقة، وأنا سعيد إذا كان بيننا، لأنه أنا برضو بعثت له رسالة بين الآخرين. يعني قال لي أنا ما عندي، ما أعرفش، على كل، أنا حاب أسمع هو رد فعله هو. تفضل. نحن أيضا والحاضرون أيضا أود أن يكون موجود بيننا، ننتظر. يعني تفضل أكمل حديثك. أنا هلا يعني كل اللي بعمله يعني هو انتظار صدور هذه المخطوطات. هو يظهر انه عايزين يعملوا يعني مثل تقديم لهذه او شيء، يعني يعملوا مظاهرة علمية ومثل هيك لهذه المخطوطات. مش المهم المظاهرة، المهم انه الميكروفيلم يظهر. ففي حال وجوده، طبعا الحال انا اعمل انه كل الباحثين اللي يهمهم الموضوع يستنسخوا كل مضمون هذه المخطوطات ويدرسوها بكل أمانة، ليس لأسباب يعني انتقاد الإسلام أو شيء، لا، للبحث عن الحقيقة فقط. أكيد. وإحنا لا نريد أن نتهم أحد إنه خفاها لسبب أو لآخر، لكن أهو مادام إنه الحكومة الألمانية هي مولت
وضع هذه المخطوطات على الانترنت، فيعني ممكن نقول انه والله الحكومة الألمانية يعني ما لهاش ايد في اختفاء المخطوطات، لانه كان ناس قالوا، سمعت انا من ناس يقول لك لا هي الحكومة الألمانية ضغطت علشان تختفي هذه المخطوطات، لأنه مش عايزين مشاكل دبلوماسية أو سياسية مع الدول العربية والإسلامية. لكن هل هم مولوا؟ يعني إذن مش بإيد الحكومة الألمانية. هل هو إهمال؟ يعني إيه؟ أو هي يعني ما أعرفش، ربما الأستاذ محمد المسيح عنده معلومات أخرى يضيفها للمعلومات تاعوني، لكن انه يعني اهو. وانا شخصيا يعني اهتم جدا بهذه المخطوطات كما تعلمون. طبعا دكتور سامي، نحن وأنت نسأل هذا السؤال للأستاذ محمد مسيح يلتحق بنا الآن ليجيبنا حول أولا اختفاء هذه المخطوطات طيلة ربع قرن وعدم إثارة هذا الموضوع، هل كان بريئا أم لا حول ما يعتقده طبقا للمعطيات التي أوردتها أنت، وحول محتوى هذه المخطوطات تحديدا السؤال الكبير، هل هناك فرق بين المخطوطات الحالية النسخة الحالية من القرآن ومخطوطات صنعاء أم لا؟ تفضل أستاذ محمد مسيح لك الكلمة. مساء الخير يا أساتذة، مساء النور. أشكركم على إتاحة الفرصة لأن العفو. أرد على بعض الأسئلة اللي سألها الأستاذ سامي، وبحييه من هذا المنبر وأقول له أعطيك ألف عافية، ليس باللهجة المغربية لكن بالشامية. تحياتي للأستاذ سامي، فعلا هو كان بعت لي وكان مهتم كتير بموضوع طرس صنعاء أو بالعموم مخطوطات صنعاء على العموم. فطبعا ما ذكره الأستاذ سامي كله يعني صحيح 100%، لأنه فعلا هذا ما حصل. أولا لأنه في سنة 2007 كانت جامعة سارلاند أو جامعة ساربروكن شالت قسم الاستشراق، فبالتالي هذه المخطوطات او صور المخطوطات بقيت مع الاستاذ بوتمر، والاستاذ بوتمر لم يرد ارجاعها للجامعه لانه بكل بساطه الجامعه كانت لا تتوفر على قسم الدراسات الاستشراق، فبدل قسم دراسات الاستشراق أبدلوه بقسم التكنولوجيا، قسم التكنولوجيا. فبالتالي يعني هذه الصور للمخطوطات بقيت عند الأستاذ بوتمر. وطبعا كانت في البداية ببدايات الأمر عندما الأكوع القاضي الأكوع إسماعيل أكوع كان طلب من بعض الجامعات دراسة هذه المخطوطات لأنه هي بالآلافات كما ذكر الأستاذ سامي الديب، واكتشفت في بدايات السبعينيات لأنه كان في مطر غزير في تلك الفترة، فانهدم جزء من سقف مسجد صنعاء ووجدوا هناك العديد من المخطوطات مكدسة، وهي هذه المخطوطات منها ما هو برقع جلديه ومنها ما هو بردي ومنها ما هو ورق، وهي بالالافات. وفي الاول وضعت هذه المخطوطات في اكياس حديديه، هذه الاكياس الحديديه هي او صناديق حديديه كانت اعتقد تستخدم للاسلحه، لكن حطوا فيها هذه المخطوطات، وكذلك أكياس ملأوها بأكياس نظرا لكثرتها. فكانت في البدايات كان هناك بعض هذا القاضي الأكوع كان شخص يريد فعلا معرفة قيمة هذه المخطوطات، وبعث ببعض النماذج من هذه المخطوطات إلى بعض الجامعات حتى يأتوا لمساعدة صنعاء في تحقيق هذه المخطوطات وترميمها، لأنها كانت
في يعني في حالة مزرية، وبالتالي تحتاج إلى خبرة عالية لجعلها يعني صالحة للقراءة مرة أخرى بعد ترميمها. فبعت لعدة أقسام جامعات على هذا الموضوع، وبعت لهم ببعض المخطوطات، وهذه المخطوطات لم ترجع إلى أصحابها، وهذا شيء كان محزن. فقط جامعة كوبنهاغن هي الجامعة الوحيدة اللي ردت في الأول على 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 القاضي إسماعيل أكواع، وطلبوا منه أن يأخذوا كل هذه المخطوطات إلى 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 كوبنهاغن والعمل عليها، لكن طبعا فقد ثقة في أي مؤسسة أكاديمية، وقال إنه هو يريد أن تفحص وترمم وتنقح وترمم و يعني تتعامل كل هذه المخطوطات في صنعاء وليس في مكان آخر لسببين. السبب الأول هو عدم ثقة، والسبب الثاني لكسب اليمنيين خبرة في هذا المجال، لأنه هذا المجال لا يوجد أشخاص متخصصين في العالم العربي إلا نادر جدا. فبالتالي هو كان يريد أن يصيد عصفورين بحجر واحد. وطبعا جامعة دنمارك لم تعر اهتمام لهذا الموضوع، ولم تريد أن تبعث بأخصائيين إلى صنعاء. وجاءت المبادرة من جامعة ساربروكن، طبعا في قسم الاستشراق، فبعثوا الدكتور غارد بوين وكذلك زوجته إليزابيث، وبدأت عملية فرز هذه المخطوطات من منها اللي هي على الورق أو على البردي أو على الجلد. فالدكتور غارد بوين طبعا كان يهتم كثيرا بالمخطوطات اللي هي على الرقع الجلدية لأنها هي الأقدم، ونظر في الخط هل هو خط حجازي أم خط كوفي، فكان يعني يجمع هذه المخطوطات إلى أن حصل أخيرا على طرس صنعاء. فطرس صنعاء هو أهم مخطوط في هذه المجموعة، هي كما ذكر الأستاذ سامي الديب أنها بالألافات، أكثر من 4000 مخطوط، وبالتالي يعني هذه المخطوطات ليست بأهمية، يعني منها ما هو ليس بأهمية كبيرة، فلهذا السبب يعني أهملت شيئا ما، وكان التركيز حول المجموعات الخمسة اللي هي مجموعة أهم مجموعة كانت هي طرس صنعاء اللي تحت رقم DAM 27.1، وكذلك مجموعات أخرى DAM 01.29، مجموعة كذلك DAM 01.32، يعني هناك مجموعات كثيرة يعني هي بالألفات. فكان الدكتور بوين كان يحاول تصنيف بعض المجموعات منها، وأهم المجموعة أهم مجموعة هي طرس صنعاء. طرس صنعاء طبعا به عدة رقع، حوالي أعتقد 76 رقعة اللي هي أصبحت متاحة لكل المتخصصين، وأنا شخصيا عندي صورها. طبعا الصور اللي كانت التقطت مع بوتمر ليست بصور جيدة جدا، هي رديئة المستوى، فنأمل أنه يكون في المستقبل تصوير بكاميرات حديثة جدا
لعلنا نجد أسرار أخرى في هذه المخطوطات وتتضح الأمور. طبعا احنا اشتغلنا على هذه المخطوطات ومؤسسة كي ميديا التي أنتمي إليها قامت بمجهود جبار من خلال تيم وورك، يعني أشتغل معهم في نفس المجموعة بمقارنة هذه المخطوطات، هذه طرس صنعاء بالقرآن الذي بين أيدينا الآن. فهناك اختلافات كثيرة، يعني تقريبا على كل آية نجد اختلاف أو اثنين على الأقل. هناك أنا أعتبر هذه المخطوطة هي قراءة من القراءات المختلفة التي ضاعت، لم تذكر في مثلا في كتاب المصاحف للسجستاني، أو لم يذكرها أبو عمرو الداني على سبيل المثال، أو لم يذكرها أي شخص من علماء القراءات المختلفة. فهي قراءة من القراءات القديمة. على سبيل المثال، عندما يتحدث النص عن النار، فمرات يستخدم كلمة نار أو يستخدم كلمة جهنم على أساس أنه أصلها العبري. فهذا الاختلاف في المرادفات، تجد مرادفات، تجد يعني تقديم وتأخير، تجد زيادات نقصان في بعض الآيات، ترتيب الصور كذلك يختلف عن ترتيب الصور في المصاحف الحالية. إذن على العموم هذا الطرس يعني هو مهم جدا، نظرا لأنه كان متداولا، هذا من الأكيد، رغم أنه بعض الباحثين المسلمين كالباحثة الأستاذة أسماء الهلالي ذكرت على أنه هذه طرس صنعاء هي كانت فقط تدريب لبعض الطلاب على تدوين القرآن، وهذا غير صحيح، نظرا لأن الرقع الجلدية هي رقع غالية جدا باهظة الثمن، فبالتالي لا يمكن أن يقدم أي شيخ ما يزيد عن 220 رقعة جلدية لطلابه كي يتدربوا عليها، لأن التدريب يكون يا إما على الفخار مثلا على سبيل المثال على الطين، مثل ما هو يعني ما هي كانت متداولة في الأزمنة القديمة. وأكثر مادة كان يعني يتدربوا عليها هي الألواح الخشبية، ولا زالت هذه الألواح الخشبية موجودة إلى الآن في الكتاتيب مثلا في كل الدول العربية، تجد هذه الألواح الخشبية يكتب عليها الطلاب النص القرآني للحفظ، وكذلك يمسح بمادة الصلصال. فبالتالي عندما ننظر إلى هذه الرقع فهي رقع جلدية كما قلنا غالية الثمن، وعندما أريد أن أعطيها قيمة في ذلك العصر بالقيمة الحالية فكأنك اشتريت رقعة جلد لكي تصنع منها جاكيت. فتخيل أنك عندك 220 جاكيت، فهذا سعره غالي جدا وليس يعني متاح، ونادر غير متاح، هذا ما أردت قوله. نعم دكتور، بالضبط يعني. نادر جدا لديه. نعم، فنظرا لندرته، ولهذا السبب نجد مجموعة من الطروس موجودة في بعض الأديرة كسان كاترين على سبيل المثال بسيناء، وبعض الأديرة الأخرى اللي موجودة فيها طروس فيها نصوص، مثلا نصوص باللغة السريانية تحتها نص مثلا عبري أو شيء من هذا القبيل. فالدكتورة ألبا فاضلة هي تحدثت عن هذا الموضوع وأعطت الكثير من هذه الطروس، وكذلك بعض المجموعات لمنغانا
توجد فيها طروس، فبالتالي هذه الطروس مهمة جدا للدراسة، فهي على الأقل تعطينا مسألة تدوين. كان هناك أشخاص عملهم أو شغلهم الشاغل هو تدوين النصوص، فممكن أن بعض النصوص القرآنية دونها مسيحيون وليس مسلمين. كذلك موضوع أنه عملية تخزين هذه الرقوع، فلكتابة مصحف ستوندار اللي هو مصحف عادي نحتاج كما قلنا إلى 220 رقعة، فبالتالي 220 رقعة نحتاج إلى ما يعادل 200 شاة أو عنزة وذبحها وأخذ الجلد وتنقيته ودبغه وتلميعه وتنقيته إلى أن يصبح كما نعرف أنه هو صالح للكتابة، وهذه العملية تأخذ جهد جبار وتأخذ كذلك مواد كيميائية طبعا موجودة في الطبيعة كبراز الحمام على سبيل المثال أو مادة الجير، تحتاج كذلك إلى تخزينها في مناطق تكون درجة الحرارة متوسطة وليس هناك يعني رطوبة، فيجب أن يكون المخزن يكون مثالي لتخزين هذه الرقع الجلدية. وعندما يحتاج شخص إلى كتابة مصحف فكان يذهب عند الدباغ أو عند الشخص الذي يبيع الجلد لكي يشتري منه هذه الكمية وتكون مخزنة بالألافات، وربما تعود كل رقعة أو كل جلدة تعود إلى عشرات السنين، بل مرات حتى يعني 70 سنة 80 سنة عمر الجلدة وهي موجودة داخل المخزن، لأن كل أشكالها تشبه بعضها. أستاذ المسيح، عندي سؤال إليك إذا تسمح لي. معلوماتك جيدة جدا ومهمة نعلمها، لكن أنا عايز أعرف، هنا بيقول الأستاذ راوخ إنه وصلوا من البوتمر 30,000 صورة، وعدد الميكروفيلم هو كبير يعني 44 ميكروفيلم. كم من هذه الميكروفيلم متوفر لحد الآن قبل يعني ما تعملهم هذه الجامعة؟ أنت بتقول تتكلم عن تورس، أنت لم تشرح لنا ماذا تعني بتورس أولا، يعني أنت ربما تفهمه لكن أنا شخصيا لا أعرف ماذا تعني بتورس، وأنت قلت أنه في بعض المخطوطات كانت متوفرة، ما نسبة النصوص المتوفرة والتي تم دراستها بالنسبة مع عدد الصور اللي بتكلم عنها راوخ وهي 30,000 صورة؟ 30,000 صورة، لا أظن أنه كان متوفر على الباحثين أنت أو غيرك كل 30,000 صورة. أنا يهمني أعرف ما هي النصوص التي وصلت لنا فعلا من هذه المخطوطات. سؤال جيد جدا أستاذ سامي. فكل هذه الصور الكثيرة جدا هي طبعا صور، فيها صور متكررة، صور من جانب يعني من جوانب معينة. المعذرة في واحد في شو اسمه في, في 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 مشكلة فنية، لكن تكمل أستاذ الفاضل، كمل. الصور اللي هي مهمة جدا والميكروفيلم اللي هو مهم جدا هو اللي موجود عند الأستاذة إليزابيث بوينو، أنا شخصيا خدتها منها في يعني في ما أتذكر في 2013 أو 2012 على ما أتذكر، خدت منها هذا الميكروفيلم، وعلى أساسه إحنا نشتغل
الآن كفريق كي ميديا. فلو قيمنا هذه المخطوطات وكأننا أمام منجم نخرج منه آلاف من الأطربة لكي نخرج منه حفنة من الذهب، ونحن نشتغل على هذه الحفنة حفنة من الذهب. لم تكن يعني المسألة لم تكن إخفاء لهذه. طبعا الدكتور أستاذي كريستوف ليكسنبرغ طبعا هو كان متحمس جدا لمعرفة كل هاي المخطوطات الموجودة عند بوتمر، وكان بده حتى يرفع قضية على بوتمر لاسترجاع هذه المخطوطات على الأقل لإنارة. لكن الإشكالية أنه حتى إنارة لا تملك هذه، ليست لها ملكية هذه الصور، فهي ملكية لجامعة سابروكن وللوزارة التعليم العالي بألمانيا، هما هدول المسؤولين عنها. لكن بوتمر كان محتفظ بها في بيته، وكان هناك تخوف من أن تضيع هذه الصور، تضيع أو يبيعها لأحد الأمراء الخليج. هذا هو كان أكثر تخوف الأستاذ كريستوف ليكسنبرغ من ضياع هذه الصور. لكن كان دائما غارد بوين بيطمن له ولا زوجته بيطمنوا الأستاذ كريستوف ليكسنبرغ على أنه هذه هو صديق مقرب جدا لا أولخ، وكذلك مجموعة إنارة، وخاصة غارد بوين. يعني كانوا مرتاحين من هاي الناحية، عارفين إنه هاي الصور في أمان. لكن بالنسبة للدكتور كريستوف ليكسنبرغ لم تكن له يعني ثقة ببوتمار، وكان يريد هذه المخطوطات أن تكون في متناول كل المتخصصين، ولماذا لا كل الطلاب يعني في العالم العربي والإسلامي، حتى تتاح لهم الفرصة للنظر بأعينهم لهذه المخطوطات. الصور اللي هي خرجت يعني في نشرت في بعض الكتب وكذلك في بعض المجلات هي نادرة جدا، منها ما قدمته هذه الطالبة اللي هي طالبة يمنية اسمها حمدون، كانت قدمت بعض الصور لبعض الرقع منها. كذلك هناك يعني الاثنين من الإيرانيين صدغي وبهرام صدغي وجدرازي، يعني اثنين من الأساتذة كذلك عملوا دراسة حول هذه الميكروفيلم، على هذه الميكروفيلمات، وكتبوا بعض المقالات العلمية في هذا الموضوع، وهي متاحة كذلك على الإنترنت. فالإشكالية اللي حصلت إنه صنعاء أو إدارة صنعاء لهذه المخطوطات يعني كانت تتحفظ على إنه تطلع صور هذه المخطوطات حتى لا تكون هناك بلبلة، خاصة مع طرس صنعاء. كذلك هناك مصحف قيل أنه مصحف علي بن أبي طالب بخط يد علي بن أبي طالب، وتحاولت السفارة الإيرانية شراء هذا المصحف بأي ثمن لصالح طهران، لكن رفضت طبعا اليمنيين رفضوا بيع هذا المصحف. لكن هذا المصحف أنا أؤكد أنه ليس مصحف علي بن أبي طالب، لأنه مكتوب بالخط. أخي المسيح ممكن اسمح لي أنا، لأنه لم يتاح لي يعني الحظ أني أتكلم معك، فلهيك هاقتنم تواجدك معنا حتى أستفسر بعض المعلومات. أولا، ماذا تعني بطرس؟ أنت تتكلم عن طرس، ذكرت هذه الكلمة أكثر من 10 مرات ولم تشرح لنا ماذا تعني بكلمة طرس. أوكي، سوري فأنا دائما بنسى أنه بخاطب يعني
اوكي عندك حق استاذ ناس، هي كلمه تقنيه سامي. دكتور منيح، بس احنا عايزين نفهم شو بيعني فيها. طرس بالعربي طرس او طلس معناها رقعه جلديه كان مكتوب عليها النص وبعدين مسح بالماء وحتى ازيل الحبر الذي موجود اللي هو موجود على الرقعه ثم كتابه نص اخر فوقه. حلو جدا. أنا سؤال ثاني اخي، انا عايز اجوبه، يعني يهمني جدا معرفتك. هلا ما هي نسبه، ما كم من صفحه متوفره للباحثين؟ ما هو عدد الصفحات المتوفره عند بوين وعند زوجته او الباحثين الاخر؟ كم هي كميتها؟ هي الرقع ما يعادل 74 رقعه، بمعنى لو شفنا كل رقعة فيها ريكتو فيرسو يعني الوش والظهر، فتطلع تقريبا أكثر من 140 رقعة موجودة، يعني موجودة يعني تحت الفحص عند هؤلاء المتخصصين، وكذلك نسخ أو صور لليونسكو بأرقام علمية. فهي موجودة فقط للمتخصصين، وأنا كما قلت إن الأستاذة إليزابيث بوين قدمت لي مجموعة من ميكروفيلم يعني بالصور، ونحن نشتغل عليها الآن. عندي سؤال آخر، لماذا هذا النص الذي بيتعاملوا عليه لم يوضع تحت تصرف جميع الباحثين؟ نعم، لأنه صار عليه جدل علمي، كما قلنا إنه في البعض خاصة اللي هم بيشتغلوا ليس بطريقة حيادية كما تفعل معهد إنارة الألماني، هم يعني يشتغلون بطريقة علمية محضة، وليس هناك مجال لإدخال العاطفة والعقيدة في الموضوع. وكل من اشتغل أو الأغلبية على الأقل اشتغلوا على هذه المخطوطات من كمسلمين، هم اشتغلوا لمحاولة القول بأن هذا المصحف ليس مصحفا، لم يكن مصحفا رسميا في عصر من العصور أو في البدايات الأولى للإسلام. طب أنا عندي سؤال آخر، اعذرني قاطعك على طول الوقت، لأن أنت معلوماتك مهمة جدا وغير متوفرة للمستمعين. هل أنا لو أريد أن أصل لهذا النصوص اللي أنت تعملت عليها، هل عندي إمكانية لذلك؟ وما هي الشروط؟ نعم، هو طبعا الصور هي بتتقدم فقط للمتخصصين في هذا المجال، يعني مش عارف، ممكن مثلا نطلب من دكتور غارد بوين أنه يديك نسخ، أو على الأقل لأنه مثلا أنا شخصيا لا أستطيع تقديم صور إلا يعني بموافقة الدكتورة إليزابيث بوين، يعني بدون ذلك لا أستطيع، لأنه هي مسألة ثقة. بس أخي الفاضل، سؤال آخر، هذه النصوص هل هي حكر على حد أم هي لجميع الباحثين؟ أنا كلامك يخوفني جدا، يعني هناك نصوص خرجت من مجموعة صنعاء متوفرة عند عدد محدود من الناس ولا يحق نشرها، هذا أمر خطير جدا. أستاذنا العزيز، لا يحق نشرها فقط لسبب واحد، يعني نشر صورها، مش نشر النص شيء ونشر الصور شيء آخر، فنشر الصور هو ممنوع، يعني قانونيا ممنوع. على أي أساس؟ على أساس أنه لازم تأخذ إذن من 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 صنعاء، من اليمنيين. لا 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 عزيز قلبي، الآن كل النصوص هدول حتقوم المؤسسة الألمانية هاي في برلين بوضعها كلها تحت تصرف الجميع مجانا، في حيكون تركيمها. نعم هذا، اعذرني أقاطعك، هذا الأمر خطير جدا اللي أنا بسمع به، هي أول مرة بسمع كلام مثل هيك.
هل هذا حكر احتك... هذا واحد يحتكر العلم. هل هذه المخطوطات دفعت عنها اللي الصور الميكروفيلم اللي بتتكلم عنه، الميكروفيلم هذا مولته الحكومة الألمانية وللجامعة الألمانية سارلاند، هذا ملك عام، ملك مشاع، ولا يمكن لأحد أن يحجزه. والمشكلة مع كريستوف لوكسمبرغ، هو قال لي في مقابلة معه، قال لي أنا كنت محتاج أشوف ما، قال لي إذا أنت، قال له لب بوين، قال له لكريستوف، لا إذا أنت عايز مخطوطة قل لي عنها وأنا بجيب لك إياها من عند بوتمر. فقال له طيب اجيب لي المخطوطة الآتية من عند بوتمر. رد عليه، كلمت بوتمر، قال لا، هذول المخطوطات هي ملكي ولا أسمح لحد أن يطلع عليها. هذا استهتار بالعلم، هذا استهتار بالعلم. المعذرة، جامعات ألمانية تتصرف بهذه الطريقة المزرية. أستاذ سامي، أستاذ محمد، المعذرة فقط لألخص ما ردده الأستاذ سامي وما ردده أيضا الأستاذ محمد. إذا لكي تكون عندنا نظرة شاملة، هذه المخطوطات اكتشفت في السبعينات أثناء أعمال ترميم مسجد في صنعاء، وفجأة أو بالأحرى بتدبير ما تم حجبها عن العامة من طرف يعني المسؤولين في صنعاء، مسؤولين يمنيين. تمت محاولات شراؤها من قبل أمراء وسفراء في الخليج وما إلى ذلك. هذه المخطوطات طبقا لما يقول الأستاذ محمد هي ليست مخطوطات يعني مسودة ليتعلم عليها بعض التلاميذ عند المشايخ في المسجد، بل هي دعنا نقول بمفهومنا الحالي هي نسخ رسمية للقرآن في ذلك العصر. هذه النسخ إلى حد اليوم تقع في إطار ملكية خاصة لدى الباحثين ولا يسمحون بتداولها إلا بعد إذنهم. أيضا لدينا معلومة أخرى، أن هذه المخطوطات وطبقا طبعا للأستاذ محمد مسيح تحتوي اختلافات عن القرآن أو بالأحرى النسخة الحالية من القرآن. لنتقدم أكثر في الموضوع ولنبتعد قليلا عن إطار الشكليات، أين وجدت وكيف وجدت وأين هي الآن، لندخل أكثر في الموضوع. والسؤال موجه خصوصا للأستاذ محمد، والذي اطلع على ما يبدو على بعض النسخ من هذه المخطوطات. أخي الفاضل، أنا عايز أقاطعك فقط ملاحظة صغيرة. اسمح لي، لأنه ليس كل يوم عندنا السيد المسيح، لكن أنا حب يتكلم الأستاذ روح عن 44 ميكروفيلم، 44 ميكروفيلم فيها 30,000 صورة من 925 قطعة من القرآن. أنا عايز أعرف هذه النصوص كيف ممكن أن تكون ملكية خاصة؟ من ملكية من؟ هل هي مسجلة على اسمهم في السجل التجاري؟ هذه الرواية المقدمة لحد الآن أستاذ. لا بس ما بس ما, بس ما هذا ما, ما هذا لا يحق، ما هذا لا يحق في المجال العلمي، في المجال العلمي لا يحق لأحد. بوين هو ما ورثهم من جده؟ هذه ليست نصوصه، الحكومة الألمانية هي اللي دفعت تصوير هذه المخطوطات، ولا يمكن لأحد أن يحجزها يقول لا، هذه يجب أن نطلب الإذن من من؟ يقول من ملكيته، لا مش ملكيته، بوين لم يدفع الفلوس، فكيف يمكن يجب أن نطلب إذنه؟ بأي حق؟ أنا هذا الشيء يزعجني جدا. لهيك احنا ساكتين 25 سنة وما حدش يتكلم، لأنه خايفين ما اعرفش من ايه. أستاذ سامي، تفضل يلا. ما هي ملكية صنعاء، ملكية الـ المكتبة، المكتبة الكبرى لصنعاء هي ملكيتهم. لا، الصور ما عادش ملكيتهم. الصور عملت. الصور سيدي الكريم، إيه؟ عندما تريد مثلا صور من
مخطوطة أرب 328 ألف من المكتبة الوطنية الفرنسية، فأنت تحتاج إلى تصريح خاص من المكتبة التي تمتلك هذه المخطوطة فقط لنشر هذه الصورة. هل هذه الصورة سوف تنشر في مقال علمي، أو سوف تنشر في مجال تجاري، أو سوف تباع صورها في الإنترنت؟ كل هذه الأشياء يعني تحتاج إلى إذن خاص من صاحب الملكية، وصاحب الملكية في هذه الحالة هي صنعاء. ليس لا 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 لا, لا أنا بعد أعتذر لك أخي مسيح. المهمة التي وكل فيها بوتمر هو أن يصور هذه المخطوطات للجامعات الألمانية وللباحثين، وأنه يترك نسخة لصنعاء هاي ملكها الرأس والعين، لكن النسخة التي أتت إلى ألمانيا ما يصيرش تخفوها 25 سنة، ما يصيرش تخفوها مدة 25 سنة، فهنا مشكلة، فهنا المشكلة. وكريستوف لوكسمبرغ بذاته قال أنا كنت بحاجة إلى مخطوطة، بوتمر أجابه لا أريد أن أعطيها لأحد لأنها هي ملكي الخاص. لا إزاي ملكي الخاص؟ وهلا أستاذي مسيح دقيقة واحدة فقط وبعدين أعطيك الكلام لأن يهمني جوابك، لأن لا هذه أول مرة أتكلم معك، لكن أنا سمعتك كثير من المرات وجدا سعيد بتواجدك هنا. الآن كل هذه المخطوطات 30,000 صورة ستكون متوفرة على الإنترنت ديجيتاليزي، يعني كل واحد ممكن يدخل ويستنسخها جميعها، ما فيش إذن، ما عادش في أي إذن، ما فيش عد أي إذن، ما فيش واحد باحد يقول لا هاي ملكي الخاص وما اسمعش لحد، لا بصير مشاع، هذه مشاع. وهلا نفس الشيء الموجود على السي دي تاع اليونسكو يظهر انها اختفت، يظهر انا استنسختها، هذا مشاع، هذا مشاع، كيف يمكن؟ استاذ سامي نتفهم جدا استيائك من هذا، وطبعا نحن نشاركك نفس التساؤلات حول احتكار أو بالأحرى التعتيم حول هذه النسخ، لكن نود أن نتقدم قليلا في لا ما هو أختي المعذرة، ثانية واحدة، هذا ربع قرن مو يوم ويومين، أكيد نتفهم جيدا، ربع قرن ضاع علينا ربع قرن من الأبحاث، ربع ولا حد عنده علم بيها، وهي المعلومات اللي قدم لنا إياها أستاذ المسيح هذه أول مرة تنشر. طيب لنستفيد إذن من أستاذ مسيح، لحين أن تخرج هذه المخطوطات جميعا إلى العلن كما يجب لها أن تكون. أستاذ مسيح أود أن أسألك هنا نيابة عن جميع المتابعين، لعله أقول السؤال الكبير هنا، برأيك كمتخصص وخاصة كشاهد وكمتابع للموضوع وكمطلع على هذه المخطوطات، السؤال هنا هل يوجد اختلاف جوهري أو بالأحرى اختلاف في المضمون يمس المعاني في القرآن؟ هل تعتقد أن الاختلاف حاصل لا محالة أم أن الاختلاف هو شكلي لا غير؟ برأيك كمتخصص إجابة مباشرة لو سمحت، هل يوجد اختلاف جوهري في المعاني وفي المضمون أم أن الاختلاف شكلي لا غير طبقا للنسخ التي اطلعت عليها؟ طبعا أبدأ من آخر السؤال، وهو هل الاختلاف اختلاف جوهري أو اختلاف في المعنى؟ هناك بعض الآيات اختلفت اختلاف جوهري، مثلا في الآية اللي بتقول يا أيها الذي أنزل عليه الذكر، فهذه بدل يا أيها الذي أنزل عليه الذكر هي موجودة يا الذي أنزل عليه القرآن، فبالتالي النص الأصلي هو القرآن وليس الذكر، وعلى الأرجح أنه استبدلت هذه الكلمة كلمة قرآن بكلمة الذكر حتى تعطي لها القداسة اللي هي إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلأن النص القرآني عندما يتحدث عن الذكر فهو يتحدث عن ذلك الكتاب وخاصة التوراة، يتحدث عن التوراة، فبالتالي من أبدل هذه الكلمة كلمة قرآن بكلمة ذكر كان المقصود منها لإعطاء إطفاء قداسة إنه الحفاظ على هذا النص
من التبديل والتزوير والتغيير. هي هذه كانت كان الغاية من إبدال هذه الكلمة. واعتبر أن القرآن هو الذكر، هو الذكر، رغم أنه النص القرآني بشكله العام يتحدث عن الذكر كأنه شيء آخر. فهناك يعني القرآن هو عبارة عن كتاب لكسيناريو أو لكسيناريوس للكتب المقدسة السابقة، بمعنى أنه العرب اللي هم لجيديو كريتيان اللي هم أو لجيديو نازاريان اليهود المتنصرين أو النصارى المتهودين اللي كانوا في القرن السابع الميلادي، هم من كانوا يحاولون جمع هذا الكتاب اللي هو كتاب اللوترجي للصلوات على شكل قريانة ما هو موجود عند السريان، أو الأشبية ما هو موجود عند الأقباط، أو مصحف القراءات عند الأحباش. فعلى هذه هي فقط لغات تختلف من الأمهرية، هناك أمهرية سريانية قبطية يعني لهذه النصوص، وكذلك باليونانية. فكتاب الليترجي للصلوات هو كتاب لكسيناريوم أو لكسيناريوس، والقرآن يتحدث عن نفسه بنفسه ويقول أنه يعني تفصيل للكتاب، يعني هو فصلت آياته، يعني يتحدث عن هذا التفصيل، لأن نجد على سبيل المثال أكثر من 137 مرة ذكر لموسى، وبمقاطع مختلفة وبتكرار باختلاف، يا إما يعني بتكرار طبق الأصل أو بتكرار في يعني في التعبير فقط. فهذا القرآن هو تعامل من أجل التعليم الديني للعرب بلسان عربي، لأنه كتب من أجل العرب بلسان عربي، لأن الأصل كان بلغات أخرى كاللغة العبرية واللغة اليونانية واللغة الآرامية. هاي الثلاث لغات كانت أستاذ محمد. أستاذ محمد والمعذرة على المقاطعة، كي أستوضح منك، وهنا كي أستوضح أيضا لبقية المستمعين. إذا تقول أن الاختلافات الواردة بنسخ مخطوطات صنعاء تحيلنا إلى أن القرآن الذي كتب على تلك المخطوطات ما هو إلا النسخة العربية من الدين العربي الجديد بين قوسين، وهو تحالف أو بالأحرى امتزاج بين اليهودية والمسيحية. يعني كأنما تقول لي هذا على ما فهمت، وأرجو أن توضح لنا أكثر. نعم، هو الموضوع، لأنه لما نأخذ كلمة قرآن باللسان العربي فهي مشتقة من شقين. الشق الأول قرأ، بمعنى درس تعلم تلا إلى آخره، فمعناه التعليم بصفة عامة، وحرف آن هي يا إما للتحقيق يا إما التحقيق أو صفة. فلما نقول إنه لما بتكون في تعريف للكلمة مثل القرآن، هنا تكون للتحقيق. أما إذا كانت بدون الألف واللام فكتكون صفة، مثل كلمة سكران، عطشان، فرحان، زعلان، أي شيء فيها الآن في الآخر، فهي بدون تعريف تكون للصفة. أما إذا كانت بالتعريف فهي تكون للتحقيق. وبالتالي فالقرآن بحسب اللغة العربية أو بحسب اللسان العربي معناه التعليم الحقيقي، التعليم الحقيقي للعرب بلسان عربي مبين، وذكرها 10 مرات، رغم أن النص القرآني هو عربي لكن يذكر هذا التكرار عدة مرات من أجل تنبيه القارئ على أن النص الأصلي مأخوذ من نصوص غير عربية أعجمية
بلسان أعجمي كاللغة اليونانية واللغة الآرامية واللغة العبرية في معظمها. فلهذا السبب يعني يذكر هذه المسائل. طيب دكتور محمد، هل باعتقادك أنه لصنعاء كان لصنعاء دورا تاريخيا أكبر بكثير مما يعرف لنا اليوم، وأن هذه المخطوطات هي حلقة أخرى من الحلقات المفقودة من سلسلة تاريخ كتابة وتدوين القرآن؟ هو طبعا هذه مخطوطات صنعاء يعني فتحت لأنه كان يعني كانت اللي كانوا مختصين في موضوع المخطوطات والدراسات القرآن، خاصة الاستشراق الألماني مع مثلا شو اسمه هذا تيودور نولديكا، يعني كانت دراسات تقول على أنه النص القرآني لم يتغير في هيكله الأصلي، بمعنى أن الرسم ما يسمى بالرسم العثماني لم يتغير إلى أن ظهرت هذا الطرس اللي هو بالامسيس يعني باللغة العلمية. فهذا الطرس هو اللي أعطانا هذه القراءة اللي هي غير موجودة في كل القراءات عند باقي علماء القراءات اللي هم كانوا مشهورين، واللي تكتب عليها عشرات بل مئات الكتب فيما يخص القراءات المختلفة. فأهمية هذه المخطوطات يعني أهمية جد جد يعني مهمة، نظرا لهذه، لأننا نجد في هذه المخطوطات كيف تطور الخط العربي، يعني كيف تتدرج إلى يعني هذه المجموعات، هذه الآلاف من الصور والمخطوطات تبع صنعاء أعطتنا ميزة أننا نتتبع الظواهر الإملائية الموجودة في النص القرآني منذ البدايات الأولى، وكيف تطورت الحروف مع الزمن إلى أصبحت إذا أن وصلنا إلى الخط النسخي اللي هو معروف ومشهور الآن واللي تقرأه بسهولة. لكن في البدايات كان يعني كان هناك خطا صعب القراءة، إلا يعني لم يكن هنالك تنقيط تنقيط، لم يكن تنقيط، يعني تنقيط ظهر في العصر، أو قيل أنه بدأ التفكير فيه في عصر عبد الملك بن مروان، بدأت فكرة وضع التنقيط، رغم أنه قالوا أنه الأسود الخليل اسمه إيه الأسود الدؤلي أنه هو من بدأ موضوع الإعراب، حركات الإعراب عبارة عن نقط حمراء. فهذا التطور يعني بيعطينا معلومات غزيرة حول كيف تطورت الكتابة، وكيف تطورت المصاحف مع الزمن، كيف بدأت وضع القراءات، كيف اختلفت القراءات، كيف ظهرت القراءات. كل هذه الأشياء نلمسها بوضوح في هذه المخطوطات. طبعا صنعاء يعني كانت ممتازة جدا، خاصة مع هذا الرجل العظيم اللي هو إسماعيل القاضي إسماعيل الأكوع، يعني كان رجل كان يعني يهتم جدا ويحافظ على هذه الكنوز، لأنه فعلا هي كنوز، وحاول أن يحافظ عليها بكل ما أتاه، يعني ما كان عنده من قوة. فبخلاف لو نظرنا إلى مثلا مصحف المشهد الحسيني بالقاهرة، رغم شهرته العالمية وأنه هو أحد مصاحف عثمان، طبعا هذا منسوب إلى عثمان، إلا أنه يعني كانت معاملته معاملة سيئة، وطلبوا من أجل ترميمه إلى أستاذ من جامعة عين شمس لترميم هذا المصحف، رغم إنه الرقع كانت تختلف أماكنها في يعني اختلفت أماكنها، وهو اسمه الدكتور شاذلي. هذا الدكتور شاذلي لم يكن يعرف بعلم
علم الباليوغرافية، فبالتالي لم يستطع ترتيب هذه الرقع ورممها بشكل غير لائق. فوضع مثلا الرقعة من سورة النساء وضعها في بدايات سورة البقرة، وبدايات سورة البقرة عمل فيها خلط، ولازال إلى الآن هذه المعضلة، رغم أنه فات عليها، يعني أعتقد في 96 وقعت هذه العملية. فلو كان لم يقع تصحيحها، لم يقع، لأنه مكلفة جدا وتحتاج إلى 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 فتح هذه الفيترين اللي هي العلبة الزجاجية اللي هي مصنوعة خصيصا لهذه المخطوطات، لأنه لو فتحت يعني تصبح قابلة للعوامل، عوامل التآكل. نعم. وسوف يتم إتلافها بالضبط. سوف يعني تتلافها بالضبط. فبالتالي العملية يعني غير متوفرة لدى يعني لدى المسؤولين. ربما هذا ما جعل المسؤولين اليمنيين بذلك العصر في ذلك الوقت أواخر السنة 1978 أو 79 يعني يقررون أن يتعاملوا مع الجامعات والأكاديمية الألمانية، ولم يخيروا التعامل مع نظيراتها من البلدان العربية لقلة ثقتهم بحسن التعامل مع مثل هذه الكنوز. نعم، وهذا صحيح، لأنه أنا في نظري إنه اليمنيين يعني كانوا رائعين جدا في اختيار من يقوم بهذا العمل، والمفاوضات اللي حصلت مع الجامعات الغربية التي عندها هذا الاختصاص، بعكس مصر اللي هي يعني المفروض أنها تكون سباقة في هذا المجال. لم تبلغ في سنة 96، كان فشلا ذريعا في ترميم مصحف المشهد الحسيني بالقاهرة، فكان شيء مخجل بالنسبة للدولة بقيمة مصر. يعني كان المفروض على الأقل يحضروا بعض المتخصصين في علم المخطوطات وعلم الخطاطة من أجل الوقوف على هذا الترميم، حتى لو كان اللي راح يرمم هو أستاذ متخصص في المخطوطات من عين شمس ليس هناك إشكال، لكن الإشكال هو أن تكون لجنة لتفحص هذا العمل، هل هو مطابق للمعايير العلمية أم لا. فلهذه يعني أنت تقول دكتور محمد، عذرا على المقاطعة، أن التأخر التقني، إن أردنا القول بالجامعات العربية، وأخص هنا القول بالجامعة عين شمس مثلا أو الجامعات المصرية في ذلك الوقت، هي التي لم تمكن اليمنيين من أن يعني يكون لهم ثقة في الجامعات العربية. ولكن هذا يطرح سؤالا، بعد أن وقع اختيار اليمنيين على الألمان، لماذا إلى حد اليوم بعد مرور؟ اسمح لي لو سمحتي حتى لا نمرر هذا الموضوع. طبعا مصر عندها تقنيات من أرفع التقنيات الموجودة تقريبا في العالم العربي، وهذه شهادة. نحن نتكلم عن السبعينات دكتور، لا نتكلم عن اليوم. أنا أتكلم عن التسعينات يا سيدتي، لأن 96 يعني قريبة جدا، فلا نتحدث عن السبعينات. فالتقنيات هي موجودة، نظرا لأنه مصر يعني تزخر بكنوز كثيرة من الآثار، ومنها البرديات، وهذا يعني من صميم عملهم وتخصصهم. لكن الإشكالية أنه ما عندهم تخصص في مادة الباليوغرافيا في المصاحف القرآن، هي هذه الإشكالية اللي حصلت. فشهرة مصر في مجال ترميم المخطوطات، نظرا لوجود آثار كبيرة جدا وكنوز كثيرة، هي جعلتهم أنهم لم يفكروا في الإتيان بمتخصصين من العالم الغربي. فهي كانت شوي شكرا على التوضيح.
نعم، شكرا على التوضيح. ويمكن فلأنهم السؤال يعني لا نقول على أن المصريين ما عندهمش تقنيات، لا عندهم تقنيات وعلى مستوى عالي جدا، لكن الإشكالية أنه متخصصين تخصص في علم الخطاطة هو اللي سبب هذا الإشكال، وتكلم عنه بوضوح الأستاذ طيار ألتي قولاج في النسخة اللي كتبها المنسوبة مشهد الحسيني، المصحف المنسوب إلى عثمان، وتحدث عن هذا الموضوع. فبالتالي يعني صنعاء واليمن أبلوا بلاء حسنا فيما يخص المحافظة على هذه المخطوطات، ويعني وأنا أرفع لهم القبعة رغم أن ظروفهم لم تكن جيدة، لكن عملوا أكثر ما يستطيعون. طيب أوكي. أنا سؤالي هنا إليك دكتور محمد المسيح، يعني مستقبلا هل يمكن استشراف يعني العمل على يعني تسريع العمل على هذه المخطوطات وخروجها من يعني من حوزة الجامعة أو يعني الجهة التي تستحوذ عليها في ألمانيا، ويعني لتتوفر لكل الأكاديميين حول العالم يعني النسخ، تكلم هنا عن النسخ الرقمية، حتى يتم دراستها وحتى تكون متاحة لكل الأكاديميين في كل الجامعات؟ ما قولك في هذا؟ هل تتوقع نعم. ان يكون هو هذا نفس السؤال راح ندمجه مع ما سأله الأستاذ سامي. ف موضوع الإذن، ف هذا موضوع انا لا اعتقد انه متحف برلين او اي مؤسسة ألمانية سوف تستطيع نشر هذه الصور للعموم الا بعد اخذها إذن من صنعاء من اليمن، هذا أكيد. ممكن يكون قد أخذوا شو اسمه الإذن، لو عندهم إذن أوكي وقتها ممكن ينشروه للعام للكل، مثل ما بتعمل مثلا مؤسسة كوربوس كورانيكوم الألمانية، فهي أصبحت تنزل صور لمخطوطات كثيرة جدا، وطبعا بإذن المكتبات اللي هي تحمل ملكية هذه المخطوطات، فبالتالي ليست هناك فوضى. فالصور اللي كانت عند الأستاذ بوتمر هي فقط لأنه ألمانيا والبحث العلمي قرر إيقاف دراسة الاستشراق في سنة 2007، وهذه هي الإشكالية، يعني من 2007 للآن بقيت هذه الصور حكر على حافظ عليها بوتمر، وهناك حساسية ما بين الدكتور كريستوف ليكسنبرغ وبوتمر على لهذا السبب، يعني لم يرد إعطائه صورة ولو صورة من الصور التي هو طلبها. ربما أستاذنا الدكتور كريستوف ليكسنبرغ يريد كل الصور. لماذا يريد كل الصور؟ لأنه يحتاجها في عمله كمتخصص في مادة الفيلولوجيا، ويرى كيف كتبت الأحرف، لأنه موضوع تطور الأحرف وموضوع مهم جدا لقراءة النص من الناحية الفيلولوجية. فمن خلال بعض الحروف اللي هي قريبة جدا كحرف العين يشبه الحاء في العربي، العين السريانية أو الآرامية، فمن خلال شكل رسم الخط يمكن للدكتور كريستوف ليكسنبرغ قراءة الكلمة بطريقة صحيحة اعتمادا على الخط واعتمادا على مادة الفيلولوجيا. فلهذا السبب يعني كانت هناك حساسية، والقسم الاستشراق المفروض لو كان موجود إلى الآن كان أكيد هذه الصور موجودة في المكتبة في جامعة سارلاند أو جامعة ساربروكن لكل الطلاب. لكن الإشكالية بما أنه لم تعد هناك دراسة استشراقية، لهذا السبب يعني توقفت هذه العمل. أنا عندي سؤال برضو أستاذي المسيح، أخي المسيح، يعني أنا جدا سعيد بتواجدك معنا.
أنا اللي يحز بقلبي إنه هذول الميكروفيلم عمل قبل ربع قرن، لماذا لم يتحرك الباحثون لكي يتم تعميمها على جميع الباحثين؟ ربع قرن يا رجل، ربع قرن، يعني تعرف شو ربع قرن؟ يعني مستحيل، يعني شيء خوف، شيء خوف. أنا نعم أستاذنا العزيز، هو المشكلة صديقي محمد، صديقي محمد، وصلتني مراسلة من الأستاذ عبد الرحمن حسيني، وهو مصر تماما، والمعذرة على مقاطعتك دكتور سامي. دكتور محمد أخبرني أنه صديق لك وأن لديه معلومات خاصة جدا حول الموضوع، لا أعلم إن ما كانت الرواية صحيحة أو لا، وأنتظر منك تأكيدا والمعذرة أستاذ محمد. الأستاذ عبد الرحمن الحسيني هو صديق عزيز طبعا هو أخبرني ومتخصص. بذلك، راسلني حالا نعم، وهو وبصفة وعلى فكرة عاجلة جدا يريد التدخل لأقل من 5 دقائق. نعم، وهو أخبرني متخصص أنه لديه على فكرة هو متخصص في علم مخطوطات الأنساب، وهو نعم، يعني له أخبرني اسم أنه يود التدخل بكل بخصوص فرح، أوضحه. بكل يعني فرح، أوكي، بكل فرح. إذن طبعا أخبرني أنه لديه معلومات حصرية حول الموضوع، حول جزء من اللغز حول مخطوطات صنعاء بصفته متابعا ومتخصص. إذن دكتور عبد الرحمن، إذا يمكن أن لديك 4 دقائق لتنورنا بالمعلومات التي لديك حول الموضوع. شكرا لإتاحة الفرصة، مساء الخير عليكم جميعا، الأستاذ الكبير أستاذ محمد مسيح والنبي سامي الديب وكل موجودين. باختصار أنا أشارك ببساطة عن الموضوع هذا، كما لا يخفى على أستاذنا الكبير أستاذ محمد مسيح أن الكويت في السبعينات ممكن رجاء تعلي صوتك، لأنه صوتك مش مسموع عندي كفاية، ممكن تعلي صوتك ما أرجوك. في مشكلة، آه أنا لا. راح أشيل السماعة عشان هلا الممكن هيك يسمع. كويس، هلا هيك كويس. إيه نعم، أنا ألقيت السماعة، أتكلم معك مباشرة من التليفون. إيه نعم أستاذي العزيز، بكل اختصار عشان أنا أشرح لكم الموضوع، يعني باختصار أن الكويت مولت البحث هذا في اليمن، وكان كثير من أيضا مو بس الكويت، اليمن ومصر وكثير من البحوث. الفكرة التي حصلت في هذا الموضوع فيما يخص مخطوطات صنعاء كانت الكويت، يعني هي اللي من دفعت ومولت، وحتى هي من يعني رشحت الأسماء لهذا الموضوع، خصوصا لأن هذا الملف موجود عندنا في إحدى المراكز البحثية، وأنا اطلعت على هذا الموضوع. الذي حصل أنه عندما يعني تم أخذ الصور واكتشاف صنعاء أصبحت نوع من أنواع البلبلة في هذا الموضوع، ورفع الموضوع إلى أكبر جهة موجودة عندنا في الكويت، ويعني تم مدارسة الموضوع وتم أخذ تعهدات خطية خاصة على اللي كانت عندهم صور من هذه المخطوطات. وهذه اصلا انا مطلع على التعهدات الخطيه هذه بشكل عام، ويعني حتى الدكتور بوين ايضا لا يخفى عن هذا، يخفي عليه هذا الموضوع بشكل عام. فاذا مساله انه يعني هذا الموضوع، لانهم قالوا ان هذا الطور صنعاء موجوده فيه بعض الاختلافات، ما نقول لك بعض الاختلافات، انا اقول لكم اختلافات كبيره ما هي بسيطه ايضا. انزين، عن خلينا نقول النص الموجود اليوم والمتن الموجود، فهذه بطريقه اخرى هي ممنوعه، ولا شو نقول اكثر، يعني في مصاحف اقل اهميه من طور صنعاء، ويعرف الاستاذ محمد مسيح اللي هو في متحف طارق رجب، انا فعلت التي واللتيه حتى احصل على نسخه من هذا المصحف، وهو يعني ولو انه له قيمه يعني لكن ليس اقل من طور صنعاء، لكن لم امنح في هذا يعني بسبب انه هو ملكيه، اصبحت ملكيه خاصه لملاك نقول المتحف هذا اليوم، ما يبون يعطون اي صوره من هذا، وهذا كثير اليوم من في خلينا نقول المعاهد او المكتبات الموجوده في الشرق الاوسط. استاذ عبد الرحمن، المعذرة على المقاطعة، قبل قليل كنت أسأل الدكتور سامي وبإلحاح إن ما كان يعتقد أن اختفاء هذه المخطوطات وأثرها من المايكروفيلم إن كان أمرا مقصودا وغير بريء أم لا، وذكر أنه لا يعلم على وجه الدقة إن كان الأمر مقصودا أم لا، لكنه يستغرب الضبابية حول الموضوع. نعم، وأعتقد لا لا لا، الآن هو أنك مقصود. تؤكد لنا أن لا لا الأمر مقصود تماما، نظرا لا، لكون الموضوع حساس وقد يثير جدلا في الأوساط الإسلامية لدى العامة والحكام خاصة. إذن أنت تؤكد لنا أن الموضوع كان مقصودا ولم يكن بريئا طيلة ربع قرن تقريبا. نعم مقصود وبشكل قطعي، وأنا لو أستطيع يعني أن أشرح بعض الأمور كان نشرته، لكن الأمانة ما أقدر، لكن بصراحة نعم مقصود،
وكان هذا الامر يعني نعلم انه في الخليج تحديدا تم امر يعني بانه يعني حتى تشكيل لجنه من المحامين في اوروبا في حيث انه تم تسرب اي شيء من هذا الموضوع يتم ملاحقته، وهذا الامر يعني قام عليه لجنه، كانت لجنه مقومه يعني ذكرت بعض الاسماء، اعتقد ان ذكرت بعض الاسماء ما احب اذكرها العلن من باب الخصوصيه، زين انه كانوا رؤساء هذه اللجنه هم اللي خاضوهم من امر قانوني ومن ناحيه بحثيه تاريخيه، وحتى عملوا يعني ان ايش ممكن اسقاط هذه المخطوطات بطريقه او اخرى. لذلك هي مخطوطة صنعاء تجد دائما محاولة إسقاطها، تسخيفها، تذيلها أو إخفائها عن الجمهور أو جعلها أنها ليست أقدم مخطوطة في القرآن، يعني هذا شيء جدا تلاحظه موجود. نعم هي عملية مقصودة وهناك تعداد خطية وهناك أيضا لجنة قانونية في التصدي لأي يعني من يكون هناك تسريب فقد يعاني من يعني من ملاحقة قانونية. لذلك لا ألوم أحد في عمل أنه أخفى المخطوطات، أنا ما ألوم أمانة حتى وإن تعذر بي عذرا يكون. هذه مشاركته واعتذر على الإطالة، وتحية عظيمة لأستاذنا الكبير أستاذ محمد المسيح أستاذنا. شكرا أستاذ حسين، شكرا. إذا نواصل مع الأستاذ سامي، وقد سمعت دكتورنا الإجابة، الأستاذ حسين أكد لنا على ما يعلمه أن الأمر كان مقصودا من قبل جهات، ودعني أحددنا هنا إسلامية إسلاموية تحديدا، حكومات وهيئات وما إلى ذلك، العملية كانت مقصودة من أجل إخفاء هذه المخطوطات. السؤال هنا لماذا هذا القصد ولماذا هذا يعني الفعل تحديدا من أجل إخفائها؟ على ما تحتوي هذه المخطوطات لكي يسارع الجميع ويضع كل القيود أمام نشرها للعموم وخاصة للباحثين والدارسين؟ أستاذ سامي رأيك حول الموضوع تفضل. أولا أنا أشكرك فعلا على استضافة المسيح والأخ الآخر من الكويت على هذه المعلومات المهمة جدا والتي يجهلها الكثيرون، لكن أنا عندي هنا رسالة خطية باللغة الإنجليزية يعني مطبوعة بالإيميل من مسؤول القسم الشرق في برلين، أعيد ذكر ما جاء في رسالته حتى يكون واضح للجميع وحتى للأخ المسيح بالذات. الدكتور سامي الديب، شكرا لك على بريدك الإلكتروني. سافرت إلى ساربروكن في عام 2019 واستلمت مجموعة الميكروفيلم التي تم تخزينها في منزل الدكتور غراف فون بوتمر. كان أخيرا قد أعرب عن رغبته في رؤية المواد محفوظة في مؤسسة عامة. بالإضافة إلى ذلك تلقيت مجموعة من الشرائح الملونة والمطبوعات الورقية مع تفاصيل صفحات مخطوطات من أرشيف بوتمر الشخصي حوالي 3000 صورة، وتتضمن تلك المواد 44 ميكروفيلم يحتوي على قرابة 30,000 صورة من 925 قطعة من القرآن، وقد تم مؤخرا رقمنة جميع المواد بتمويل من الحكومة الألمانية، ونأمل أن يتم الانتهاء من عملية إنتاج الصور وفهرسة البيانات الوصفية قريبا جدا. خطتنا هي نشر كل شيء وجعله مفتوحا للجميع في غضون الشهرين المقبلين في المجموعات الرقمية لمكتبة ولاية برلين، وذلك بحلول نهاية يونيو 2022. واضح جدا أن هذه المؤسسة إذن هي سوف تتيح لجميع الباحثين إمكانية الوصول لهذه المخطوطات. وحسب المعلومات اللي أنا وصلتني من لوكسمبورغ، وليس عندي مصادر أخرى، أن كلموا الحكومة الألمانية، قالوا اليمنية، قالوا أنتوا طلبتوا منا مساعدتنا فإحنا ساعدناكم، لكن نرجوكم تسمحوا لنا نعمل صور منها للباحثين. قالوا مدام للباحثين ما فيش مشكلة، على شرط تبقوا نسخة منها لنا. فبقيت نسخة في 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 اليمن، والنسخة الثانية هي ملك الجامعة الألمانية التي مولتها الحكومة الألمانية، والآن هي الحكومة الألمانية التي مولت وضع كل هذه يعني 30,000 صورة على الانترنت للجميع.
لن يكون هناك لا المسيح ولا غير المسيح ولا 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 غيره اللي يقدر يقول لا هاي ملكيتي الخاصة ولا يحق لي أن أتصرف بشيء، لأن يجب أن أطلب الإذن من بوين أو من معرفش مين. لا خلاص، هلأ أعمل إنه ينفتح المجال. لكن أنا اللي يزعجني إنه عندنا أساتذة مشهورين في جميع العالم الغرب، في الدول الغربية وفي ألمانيا خاصة، وسكتوا على غياب هذه المخطوطات ربع قرن. هذا ما يزعجني. هل ما هي الأسباب؟ ما أقدرش أنا أحكم. وما هي مضمون هذه النصوص مقارنة بالقرآن الرسمي اللي بين أيدينا؟ لا يمكن أن أحكم على ذلك إلا بعد توفر كل هذه الصور للباحثين عندنا. يعني المعذرة، فقط ملاحظة صغيرة. هناك الأخ المسيح يقول عن نص ما أعرفش 140 صفحة مثل هيك، لكن هنا احنا عندنا 30,000 صورة. ما تكلم عنه هو مهم، لكن يبقى الصور الأخرى. ولا يمكن أن نحكم على مضمون هذه الصور قبل أن تكون متوفرة نحو عند الباحثين. تفضلي. أكيد. لا، يبدو أن الصورة اكتملت الآن حول التساؤل في البداية حول سبب إخفاء أو تضارب المعلومات حول مآل الصور التي أخذت لهذه المخطوطات وحول مآل المخطوطات نفسها. لكن بالشهادة التي قدمها الأستاذ عبد الرحمن يبدو أن الأمور توضحت على الأقل نسبيا. أتوجه هنا بالسؤال إلى الدكتور مسيح حول ما قاله الأستاذ حسيني، إن ما كنت يعني حاضرا بيننا قبل قليل، حول التعمد أو بالأحرى ضغط حكومات بعينها من أجل إخفاء أو طمس أو تغييب هذه النسخ. لماذا هذا التغييب برأيك أستاذ مسيح؟ أين الاختلافات الجوهرية التي تحدثنا عنها قبل قليل والتي أوردت لنا منها مثالا؟ إن ما تسمح تورد لنا بعض الأمثلة ما أمكنك ذلك كي نتبين نحن السبب وراء إخفائها وطمسها كي تكون الصورة أوضح وأجمل. تفضل أستاذ. هو شكرا للأستاذ عبد الرحمن، صديق الأستاذ عبد الرحمن الحسيني، على هذه المعلومة، لأنه فعلا أنا كنت أجهل يعني تموين الكويت هذا المشروع، فهذا لم أكن أعرفه. أنا كنت أعتقد إنه شو اسمه، وزارة التعليم في ألمانيا هي اللي مولت المشروع، لكن الظاهر إنه بعض الدول الخليج منها الكويت إنه ساهمت بقدر كبير في تكوين المختبر من أجل هذه الغاية، غاية ترميم هذه الكنوز، هذه المخطوطات. كما قلت إنه صنعاء كانت دائما عندها تخوف من ضياع هذه المخطوطات، وخاصة أن هذه المخطوطات ثمنها يعني باهظ الثمن. لو قدمنا فقط رقعة واحدة فقط من هذا الطرس فهو بسعر، يمكن وصول سعره إلى 6 مليون باوند. فهذا يعني هذا الثمن الباهظ يجعل كل مسؤول في اليمن يعني يكون جد حريص على أن لا يقدم الكثير من المعلومات أو لكل من هب ودب. فمثلا نعطي أنه بعض الباحثين التونسيين، وأخص من جامعات تونسية، وأخص منهم بأخص بالذكر الباحث الأستاذ نادر الحمامي، حاول مع مجموعة من الباحثين التونسيين يعني الحصول على هذه الميكروفيلمات اللي هي موجودة عند صنعاء، ولم يستطيعوا الحصول عليها رغم تدخل السفارة التونسية في صنعاء، ورغم يعني بعض الشخصيات
المهمة، لكن لم يستطيعوا الحصول على هذه الميكروفيلمات، وحاولوا الاتصال بالدكتور غارد بوين من أجل الحصول على هذه الميكروفيلمات، لكن طبعا ليس له أحقية تقديم هذه المخطوطات إلى 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 مؤسسة أخرى، يعني بدون 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 شو اسمه التصريح من 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 اليمن. فأنا أخذت هذه الصور على أساس أنه عضو في معهد إنارة، وبالتالي يعني هذا البحث هو بحث تخصص فيه بوين، وبوين الآن لم يعد تحت مظلة جامعة ساربروكن، هو الآن يعني عضو مؤسس لمعهد إنارة الألماني، اللي هو طبعا الاختصاص في التاريخ المبكر للإسلام. لهذا السبب يعني أتيحت لي فرصة الاطلاع على الميكروفيلم تبع طرس صنعاء، واشتغلت عليه مع مجموعة. الإشكالية اللي كانت عندي هي أنه كانت عندي دراسة حول مارسيل 18، مخطوطة مارسيل 18 اللي أخذت إذن من مكتبة سان بيترسبورغ الروسية، وبدأت أشتغل على هذه المخطوطة قرابة سنتين أو ثلاثة لإتمام العمل عليها، وعندي صورها طبعا، وعندي كذلك تصريح بنشر هذه الصور من أجل العموم. ما قاله الأستاذ شو اسمه هذا اللي بعت للأستاذ سامي، راوخ. فالأستاذ راوخ مدام أنه قال أنه هم يعني عندهم خطة لنشر هذه المخطوطات، فبالتالي من المؤكد أنه اتصل بصنعاء وحاول إقناعهم بنشر صور هذه المخطوطات. عندما تقول الأستاذ سامي أنه 4000 أو 5000 مخطوطة، فهذه المخطوطات يعني هي موجودة، يعني فيها مخطوطات اللي هي ليست بأهمية، لأنه كانت عبارة عن كل المصاحف القديمة التي اهترأت، فكانوا يرموها فيما يسمى بالجنيزة. جنيزة وهي المكان اللي بتوضع فيه المخطوطات الغير مستعملة. في بعض الجنيزات كعمرو بن العاص مثلا كانوا بيحرقوا هذه المصاحف أو هذه المخطوطات عندما كانت يعني لا يحتاجونها، فكانوا للحفاظ على قداستها، فكانوا كانوا يحرقونها. لكن بالنسبة لليمنيين كانوا يضعونها في هذا أستاذ محمد. نعم أستاذنا، لو تسمح أنقل لك بعض الأسئلة من المستمعين. أركولوجيا كم يبلغ عمر هذه المخطوطات؟ إلى أي فترة تحديدا تعود؟ لسه الدراسات غير كاملة، لكن ما هو يعني تقريبي، يعني في نهاية العصر عبد الملك بن مروان، أو في عصر نهاية عصر الأموي، يعني غالبا في هذه الفترة، لأنه كنا نعتقد بأن طرس صنعاء هو أقدم نص في العالم، لكن وجدنا أخيرا بعض ألف المد في كلمة قالوا موجودة في بعض الرقع، وبالتالي هذا يجعلها تعود للمرتبة الثانية بعد مصحف باريزينو بيتروبوليتانوس. فلسه هذا الموضوع جديد، لأنه في ما بين 4 إلى 7 كان مؤتمر إنارة الألماني، وطبعا هناك أبحاث جديدة، معلومات جديدة، مواضيع جديدة فيما يخص التاريخ المبكر للإسلام، وبدأنا تنكشف هذه المعلومات. فبالتالي لا نستطيع بالتدقيق، لأن هذه المخطوطات ليست مؤرخة، ونستطيع فقط من خلال تطور الخط ومن خلال القراءات نستطيع
القول بأنها تعود إلى عصر كذا أو إلى عصر كذا، لكن هذا كله تقريبي وليس يعني حقيقة مطلقة. فبالتالي إذا أردت يعني أنا كنت أعتقد هي من أقدم المخطوطات في العالم، لكن ظهر مؤخرا أنه بعض ألف المد في كلمة قالوا موجودة في طرس صنعاء، وبالتالي يعيدها إلى المرتبة الثانية بعد مصحف باريزينو بيترو بوليتانوس. وكل هذه المصاحف القديمة تعود إلى تلك الفترة، على بحسب مثلا لو خدنا رأي الدكتور بوين غارد بوين أو الدكتور فرانسوا ديروش، فهم الأكثر تخصصا في هذا المجال، وهم من لهم الكلمة الأخيرة في إعطاء تقدير لهذه المخطوطات. وشكرا. ممكن أتدخل هنا ملاحظة صغيرة؟ تفضل أستاذ سامي، لأن لدينا التدخل من الأستاذ أحمد وهو متخصص وباحث في العلوم الإسلامية، ولديه بحث حول الموضوع ويريد أن يفيدنا بما لديه. تفضل أستاذ سامي. فقط ملاحظة صغيرة، الأستاذ المسيح قال إنه سيد بوين هو متخصص في هذا الأمور. حسب قول الأستاذ كريستوف لوكسمبرغ، بوين ليس متخصص في هذا المجال، وعندما كان في صنعاء كان لا تهمه هذه المخطوطات، كل ما كان يهمه هو جمع العملات القديمة يعني الفلوس، يعني كان يبحث عن مواضيع أثرية هيك بالعملات، لكن هو ليس متخصص في الدراسات القرآنية، ولم تكن تهمه هذه المخطوطات. كل ما هنالك أن السيد بوين عندما يروح في إرسالية خاصة من الحكومة الألمانية خارج ألمانيا، فهو يحصل على ضعف معاشه الذي يستلمه في ألمانيا، ولذلك هم لم يقوموا بتصوير هذه المخطوطات عندما كانوا يرمموا فيها. تم هذا العمل سنين بعد ذلك بناء على طلب كريستوف لوكسمبرغ، وبوتمر هو من قام بعملية التصوير، يعني سنين بعد انتهاء ترميم مخطوطات صنعاء. وهذه كانت يعني ملاحظته لكريستوف لوكسمبرغ على بوين، قال له أنت يعني عديم المسؤولية بتصرفك هذا، كان عليك أن تصور هذه المخطوطات. وأجبر الحكومة الألمانية دفعت بعد ذلك 50 ألف مارك لتمويل التصوير، والألمان هم ساهموا حسب المعلومات اللي عندي بمليونين ومئتين ألف مارك ألماني في ترميم هذه المخطوطات. هذا كل المعلومات التي عندي، وأكرر الأرقام التي قدم لي إياها الأستاذ راوخ، أنه يقول هناك 44 ميكروفيلم يحتوي على قرابة 30 ألف صورة من 925 قطعة من القرآن. هذا كل ما كنت أريد، وأحب أستمع لضيفك الكريم. تفضلي. ممكن أتدخل في هذه النقطة، لأنه أثار نقطة مهمة جدا. أكيد أستاذ محمد، لكن قبل فقط أستاذ أحمد لديه تدخل بسيط بصفته أيضا متخصص، يريد أن يجيبنا حول بعض النقاط لأنه أيضا مهتم بهذا البحث ولديه بحث خاص في هذا الموضوع. تفضل أستاذ أحمد. مساء الخير وتحياتي للأستاذ محمد المسيح والدكتور سامي الدين. أستاذ محمد، في مخطوطة موجودة في كتاب تاريخ جيفوند المؤرخ الأرميني في القرن الثامن الميلادي، والرسالة هي موجهة من الإمبراطور البيزنطي ليو الثالث إلى عمر بن عبد العزيز. بيقول فيها: لقد كان يا عمر أبو تراب وسلمان الفارسي من ألفوا هذا الفرقان، على الرغم من الشائعات السائدة بينكم أن الرب قد أنزله من السماء. وبالنسبة لكتابك فلقد أكدتم لنا بالفعل إنه مزيف، والجميع يعرف ما فعله الحجاج الذي وليته أنت حاكم على فارس،
إن لديه رجال يجمعون كتبك القديمة ويستبدلونها بأخرى قد ألفها بنفسه وفقا لهواه ونشرها في جميع أنحاء دولتك، وكان من السهل القيام بهذه المهمة بين الناس الذين يتكلمون بلهجات مختلفة. ورغم هذا الخراب الذي قام به الحجاج نجا بعض من الأعمال القليلة لأبو تراب، لأن الحجاج لا يمكنه أن يجعلها تختفي. طبعا حضرتك الرسالة دي خطيرة جدا، وهي في عمق الموضوع. هل تعتقد يا أستاذ محمد أن ترس صنعاء أحد هذه المخطوطات التي نجت من يد الحجاج، أم أنها ممكن أن تكون أحد المخطوطات التي نجت في واقعة حرق عثمان للمصاحف، وأنا أعتقد أنها واقعة مؤلفة ومفبركة؟ تفضل الأستاذ محمد. نعم، سؤال جيد، لكن قبل أن أنتقل إلى السؤال أريد الرد على ما طرحه الأستاذ سامي، لأنه هو فعلا كما أرى يعني كتير بهمه معرفة الحقيقة وشو صار، لأنه هو أخذ فقط مما قاله الدكتور كريستوف ليكسنبرغ، وهو يعني أستاذي وأعرف الرجلين، سواء الدكتور ليكسنبرغ أو زرته يعني في مكتباتهم الخاصة. فالإشكال اللي موجود أنه بوين ليس متخصص، فهذا شيء غريب جدا، لأنه ليس بشهادة يعني بشهادة الجميع أنه هو أحد كبار المتخصصين في هذا المجال. وأنا درست على إيده موضوع سواء مادة الكوديكولوجي أو الباليوغرافي، الاثنين درست على 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 يدي هذه المادة، وبت في مكتبته الخاصة ببيته، وهو وله آلاف المصاحف المختلفة في بيته، وهو متخصص في كل ما هو يعني ما فيه مجال للمصاحف، خاصة المصاحف الحديثة. وهو فعلا كان مولوع ببيع العملات، لأنه لما كان يعيش في فترة الترميم في الثمانينات، فترة الترميم مخطوطات صنعاء، فكان يزاول على جنب، أنه كان بيشتري عملات فضية وعملات خاصة العملات البريطانية، خاصة عملة الملكة فيكتوريا على ما أتذكر، وكان يشتريها، كيشتري هذه العملات، كانوا أصحاب محلات الذهب يشترون هذه العملات على أساس أنها خردة ويبيعونها للدكتور غارد بوين، وغارد بوين كان يقدمها للأستاذ فولكر بوب المتخصص في العملات، وكان يبيعها بأثمان يعني باهظة جدا، وكان هذا بالنسبة له كبزنس صغير كان يجمع منه. فبالتالي ليس الموضوع أنه لم يكن يهتم بالمخطوطات، لا، هو أنا درست كل العمل اللي هو قام به، وخاصة خاصة يعني ما قدمه كل الأبحاث اللي هو اشتغل عليها، وتحقيق كل المخطوطات اللي حق معظم المخطوطات اللي حققها في هذه المجموعات الخمس التي ذكرتها، أنه ولا خطأ واحد وجدت وراءه، لأنه في أثناء دراستي درست إعادة شغل بوين، وكنت أنظر هل حصل أي خطأ يعني يمكن إعادة ترتيبه مرة أخرى، لكن الرجل عنده عقلية ألمانية دقيق جدا،
لدرجة أنه لا يمكن أن يفلت حرفا واحدا. وهذه الدقة عنده هي التي جعلته لم يطلب من صنعاء أثناء ترميم المخطوطات بأخذ صور، لأن لم تكن ضمن الشروط وضمن المفاوضات اللي كانت ما بين جامعة ساربروكن وصنعاء. فبالتالي يعني لم يأخذ هذه الصور، كان ممكن أن يأخذ هذه الصور خلسة لأنها مهمة جدا، لكن لم يقم، لأنه الضمير المهني لم يعطيه هذه. لكن طبعا العقلية العربية تختلف تماما عندما يكون شخص يعني يهتم بموضوع فيعمل مستحيل على أساس أنه يأخذ ما يريده. لهذا السبب أنه بما أن الدكتور كريستوف ليكسنبرغ هو يحتاج إلى هذه المخطوطات ويحتاج للنظر في تطور هذه الحروف، فبالتالي يعني هو كان يرغب بشدة في هذه الصور، وهو من فعلا حاول مع بوين، رغم أنه بوين في البداية كان رافض أنه يرجع إلى صنعاء وأخذ الصور، لكن بالعزيمة الدكتور ليكسنبرغ نظرا لأهمية هذه المخطوطات مرة أخرى طلبوا مبلغ 50,000 مارك على أساس أنهم يروحوا هو والأستاذ بوتمر لأخذ الصور وجلبها إلى جامعة ساربروكن ليستفيد منها الباحثين والطلاب. لكن ما حصل أنه وكما يعني أفاد الأستاذ عبد الرحمن الحسيني أنه هذا الموضوع يعني كان دائما بشروط، والألمان يعني دقيقين جدا في موضوع الشرط. عندما يكون شرط فمن يستحيل أنه يكسر هذا الشرط. لهذا السبب يعني هذا يعني حصلت وكأنه نوع من التعتيم على هذا الموضوع. لكن طبعا الموضوع يخص صنعاء، وإذا كان هناك أي يعني إشارة من بعيد أو قريب لمن هو المسؤول عن هذا الموضوع هي إدارة صنعاء بالخصوص، فلا يستطيع أي شخص باحث نظرا لمصداقيته العلمية لا يستطيع أن يكسر الشروط اللي هي موجودة في المفاوضات أكيد دكتور، أكيد دكتور. نعم. الآن لكن اسمحوا لي أنه أستاذنا غارد بوين يعني هو عنده مئات المقالات العلمية حول هذا الموضوع، موضوع علم الخطاطة وعلم المخطوطات، اللي الأستاذ كريستوف ليكسنبرغ يعني ليس تخصصه، وإنما تخصصه ومادة الفيلولوجيا. وأنا كنت مساعدا لأستاذنا كريستوف ليكسنبرغ في البحث عن بعض الآيات اللي هو كان يشتغل عليها. فبالتالي لا يمكن أن ننزل من قيمة الأستاذ غارد بوين ونقول عليه أنه ليس متخصص، وكان يعني لا يهمه المخطوط. لا يا سيدي الكريم، يعني هو نرفع له القبعة لأنه قام بعمل جبار وبعمل مشكور، وبدون يعني أي حساسية، وبدون يعني بمهنية عالية، وأنحني أمامه إجلالا لعمله الذي قام به من أجل إنقاذ هذا الموروث العربي الإسلامي وهذه الكنوز من الضياع. فلولا هذا التيم وورك من القاضي إسماعيل الأكوع وإدارة صنعاء وكذلك جامعة ساربروكن ما كان لهذه المخطوطات أن ترى النور، ولربما باعت في السوق السوداء أو في المجال مزادات لندن، وضاع خبرها ولم نستطع فعلا أن نعرف عنها شيئا، كما حصل لما ذكره الأستاذ
الحسيني لمصحف مكناس، وشكرا. طيب شكرا دكتور، نستغل حضورك معنا وحضور دكتور سامي ديب معنا أيضا، يعني هناك الكثير من الأسئلة التي وردتنا ولازالت تريدنا إلى حد الآن، منها مثلا سؤال لأحد المستمعين والحاضرين معنا يقول، السؤال لك دكتور مسيح، طروس صنعاء أقرب لأي مصحف يعني وقراءة من المتداولة اليوم بالنسبة لما نعم. إليه. نعم، بالنسبة للسؤال اللي كان طرحه الأخ عن الرسالة، فهذه الرسالة طبعا هناك شكوك في فيها، ليست أنا شخصيا لم أقم بدراستها ولا سمعت عنها، لكن ليست لي معلومات سطحية عن هذا الموضوع، ولا يمكن أن أقدم يعني أي شيء عن 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 يعني عن مدى صحة هذه المخطوطة، هل هي فعلا مخطوطة يعني حقيقية أو هي مخطوطة مزورة كما زورت مخطوطات رسائل الرسول الموجودة في المتاحف كمتحف توب كابساراي على سبيل المثال. أما بالنسبة لهذا المصحف كما قلت في البداية أنه قراءته لا توجد في أي قراءة من القراءات التي نجدها في المصاحف مثلا للسجستاني، لأنه ذكر بعض القراءات كقراءة أبي بن كعب أو قراءة مثلا عبد الله بن مسعود أو بعض اللي هم متخصصين في علم القراءات اللي هم يعني تحدثوا عن القراءات المختلفة وعلم القراءات المختلفة، فلم نجد هذه القراءة في أي قراءة من القراءات، وبالتالي هو مصحف كان موجودا في عصر من العصور وأثناء توحيد النص، فوقع هذا الطمس بطريقة يعني لحسن الحظ لم تحرق هذه المخطوطة، وكذلك أو لم تغلى في الزيت كما حصل لآخر المصاحف في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي، كما تقول كما يقول المورود الإسلامي، على أساس أنه مصحف عبد الله بن مسعود كان آخر المصاحف التي كانت موجودة على الساحة، فأغلي في الزيت حتى لا يمكن إعادة قراءته. لكن بالنسبة لبالمسي صنعاء أو لطرس صنعاء، فبأعجوبة يعني نجا من الطمس ونجا من الحرق، فصاحبه فقط اكتفى بمسح ما كان موجود عليه ومسح الحبر، وكتب فوقه نص اللي هو يوافق نص الرسم العثماني الذي نعرفه. و يعني هذا المصحف هو قراءة نادرة جدا، لا توجد في أي قراءات، لا توجد عنها أي معلومات في قراءات في القراءات المختلفة أو في علم القراءات المختلفة. وشكرا دكتور سامي، لديك تعليق؟ أنا كنت حاب أعرف من السيد المسيح وأغتنم فرصة تواجده معنا، هل النص الذي عمل عليه هذا الطرس الذي تكلم عنه الآن، هل هناك إمكانية للوصول إليه؟ أم يجب أن نمر بدهاليس الإذن والسماح والتخفي والتمويه؟ هذا مهم، لأنه أنا بحاجة لهذا النص، خاصة أنه حضر الطبعة الرابعة للقرآن باللغة العربية، وهي طبعة عربية محققة للقرآن، وكنت حاب أرجع لهذا المخطوط. هل هو فقط حكر على الأخ المسيح والبوين أو يعني مجموعة قليلة من الناس، أم أي باحث يهمه الموضوع ممكن أن يصل له؟
نعم، كما قلت الأستاذ سامي، كما قلت في البداية حضرتك قلت أنه سوف يكون هذه الميكروفيلمات الـ44 راح تكون موجودة على صفحة خاصة بمؤسسة برلين، فهذا شيء يعني خبر مفرح، ويعني ربما يعود الفضل لحضرتك فيه، لأنه كمتخصصين يعني لنا صور أهم المخطوطات، لنا صور هذه المخطوطات، لكن لا يمكن نشرها كما قلنا نظرا للمصداقية العلمية أولا، ثانيا لا أحقية الملكية، ثالثا يعني إنه لا تهم الكثيرين، يعني لو كان هذا الشيء مهم ما كانوا فرطوا فيه منذ البداية، خاصة مع المخطوطات الأخرى كالمصاحف عرب 328 ألف، 328 بي، 328 سي، 328 اي، يعني مخطوطات كثيرة جدا كانت المفروض أن تكون في مصر وفي جامع عمرو بن العاص، لكن انتقلت إلى المستشرقين، لأنهم هم اللي كانوا يعني مهتمين بهذه المخطوطات، والعالم العربي خاصة لم يكن يعني يهمه المخطوطات، ونرى ما حصل للمخطوطات، وخص بالذكر نحن عندنا في المغرب مصحف مكناس اللي هو جزء منه موجود في متحف طارق رجب، والأستاذ عبد الرحمن الحسيني مشكورا حاول الحصول على نسخة أو صورة حتى ندرس هذه المخطوطة، لكن للأسف بيعت أجزاؤه من منذ 2008 إلى 2015 في المزاد العلني، ولم يحرك المغرب ساكنا لوجود هذه الكنوز تباع أمام أعيننا، رغم تحدثنا عن هذا الموضوع لكن لا حياة لمن تنادي. فأتمنى أن المسؤولين أنهم ينظروا بعين الاعتبار لهذا الموروث وهذه الكنوز التي تهرب إلى الخارج وتصبح في أيدي التهريب، وأذكر منها المخطوطات الأمازيغية اللي هي الآن أصبحت يعني تستنزف، يعني في نزيف حاد، تباع لأيدي سماسرة ولأيدي شخصيات غير يعني فقط تريد الأموال ولا تريد أهمية هذه المخطوطات. فأتمنى من المسؤولين أن يتحركوا ليس فقط في المغرب وإنما في كل الدول العربية الإسلامية من أجل الحفاظ على هذه الكنوز، ونأخذ العبرة من صنعاء، رغم الحروب ورغم المشاكل ورغم ضعف البنيات التحتية، إلا أنهم بلوا بلاء حسنا. وأتمنى أن العالم العربي الإسلامي أو ما يسمى بالعالم العربي أنهم يهتموا بهذه المخطوطات على الأقل بقدر ما تهتم به مثلا تركيا وإيران. إيران وتركيا الآن يعني في الصدارة في هذا المجال، مجال دراسة علم المخطوطات، خاصة المخطوطات القرآن والمخطوطات الموروث الإسلامي. وشكرا. شكرا دكتور محمد. هو في واقع الأمر كما قلت تفضلت الآن، المسألة هي يعني كيف تتعامل الدول العربية مع موروثها الحضاري ومع كنوزها الحضارية وكنوزها التاريخية، ولكن أنا أكيدة من أن الإرادة موجودة في داخل المجتمع العلمي لكل بلد عربي لأن يدرس وأن يتمعن وأن يضع يده على تلك الكنوز ليباشرها بنفسه، ولا يترك فقط المؤسسات الغربية أو المؤسسات الأوروبية هي يعني التي تدرس مثل هذه الموروثات
يعني مثل هذه الكنوز التي ورثناها، ولكن يعني الأمر فيه صعوبة، ولكن نحن نتمنى أن يتم نشر على الأقل النسخ الرقمية. يعني الحق في الملكية موجود ومضمون لصنعاء وللمؤسسة التي يعني قامت أو توسط بموضوع المخطوطات، ولكن من حق المجتمع العلمي أن يطلع عليها في كل أصقاع العالم. أليس هذا رأيك؟ تمام، وهذا هو ما يزعجني أكثر شيء، لأنه مثل ما قلت وأكرر، لأنه هذا ما لا أفهمه، ربع قرن ضاع على هذا الميكروفيلم، ربع قرن، 25 سنة. يعني كان ممكن الأبحاث العلمية بخصوص الدراسات القرآنية تتقدم بالربع قرن. على كل قال إنه ربما الفضل لي، أنا الفضل لي الوحيد فقط إني أثرت الموضوع، والألمان كانوا بيحضروا بالميكروفيلم، لو انتظرت كمان شهرين لكان هذه المعلومات وصلت للجميع. لكن يعني على الأقل أنا ارتحت ضميريا، يعني إنه خلاص أعرف إنه الآن يعني قريبا جدا سوف تظهر هذه الميكروفيلم، وأمل أن يقوم الباحثون بدراستها، ليس فقط طرس صنعاء ولكن باقي المخطوطات لنعرف مضمونها. وهنا عندي طلب خاص يعني للباحثين المسلمين، إنه أنا حاليا أعمل على الطبعة العربية الرابعة للقرآن، يعني طبعة محققة. المشكلة التي اصطدمت بها وهو أن النص الرسمي الأكثر انتشارا في العالم العربي وهو مصحف الملك فؤاد كما تنشره مصر وأخذته السعودية، هذا نص غير محقق علميا. هذه مشكلة. يعني مثلا كتاب رسالة الغفران لأبو العلاء المعري اللي حققته بنت الشاطئ، ده محقق أفضل من القرآن ذاته. يعني النص القرآني الحالي اللي بين إيدينا لا فيه لا نقطة لا فاصل لا علامة استفهام ولا إلى آخره، ولا يوجد فيه مثلا يعني لم يحقق كما تحقق مثلا كتاب الحيوان للجاحظ. فالمسلمون يعتزون بقرآنهم ولكن عملوا طبعة مدرسية من دون أي تحقيق. ويعرف الأستاذ المسيح أن تحقيق المخطوطات القديمة هو علم قائم بذاته، لكن لم يخضعوا القرآن لهذا العلم. وأمل إنه الباحثين يعني مستقبلا أو المؤسسات الدينية تعمل لنا قرآنا محققا على الأقل لمساعدة المترجمين القرآن. مترجم القرآن لا يعرف إذا كانت هذه الجملة استفهامية أم تعجبية أو غيره من هيك، ولا يعرف أين توجد النقطة أو الفاصلة أو مثل هيك. يعني هذا ما نرجوه من المؤسسات الدينية أو حتى العلمية، إنه يحضروا لنا في المستقبل القريب طبعة عربية محققة للقرآن كما يتم مع تحقيق كل النصوص القديمة. هذا كل ما كنت أريد، وأريد هنا فعلا، لا أريد أن أطيل عليكم لأنه هذا الآن صار يعني ساعتين ونصف هذه الدردشة الجميلة. أشكر القائمين على هذا المنتدى، أنه على الأقل وصلنا المعلومة اللي كنا دائما نحب نصل ليها، واللي أعطاني إياها الأستاذ كريستوف راوخ من برلين، أن قريبا جدا إن شاء الله ستكون الميكروفيلم متوفر للجميع. وما قلته عن الأستاذ بوين أنا لا أعرفه جيدا، الأستاذ بوين، وكل ما قلته عنه هو ما نقلته عن الأستاذ كريستوف لوكسمبرغ. ربما في حساسية بينهم، هذا ليس شأني، لكن يبقى الإزعاج الأكبر أن كريستوف لوكسمبرغ حاول عدة مرات أنه يتم استرجاع هذه المخطوطات،
ولكن إيرليغ وبوين سكتوا، قالوا له اسكت، احنا مش عايزين فضائح. فضائح على شو؟ ما موضوع المحكمات أستاذي العزيز، إنه محكمات بين الـ يعني المجال الأكاديمي، فهو طبعا الباحثين الألمان عندهم حساسية من 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 من, من إنارة، فما بدهمش مشاكل أكثر، لأنهم هم بما أنهم في دراسة التاريخ المبكر للإسلام والقول على احتمالية عدم وجود مكة، وكذلك شخصية محمد الأسطورية، يعني هاي الموضوع يعني تسبب حساسية، لهذا السبب قفلوا قسم الاستشراق بجامعة ساربروكن، فهم مش عايزين مشاكل أكثر. والأستاذ كريستوف ليكسنبرغ لا يهمه هذا الأمر، ما يهمه هو الحصول على 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 الصور. وطبعا الصور بالنسبة لأوليغ وبالنسبة لبوين يعني هي في الحفظ الصون، وممكن يسترجعوها في أي وقت لو عايزين أي مخطوطة. أنت حضرتك فقط تعطينا الرقم العلمي للمخطوطة، ونحن نقدم لك الصورة ما دمت أنت في 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 مجال البحث. لكن أن تقول لا 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 بوتمر اعطيني كل الصور لأحتفظ بها أنا وأدرسها أنا، فهذا يعني محتاج طبعا إذن من 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 اليمنيين. فلهذا السبب كان هناك حساسية، ولم يكن تعتيم كما قلنا، لأن هناك دراسات كثيرة لطرس صنعاء حصلت، وقدمنا اسم حمدون هذه الطالبة الجامعية يعني رسالة الدكتوراه، رسالة الماجستير يعني في 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 طرس صنعاء. فهذا شيء يعني غير، ليس هو حكر على مجموعة معينة، على بوين ولا على او على مسيح او على بوتمر. لا، الموضوع يعني فقط هناك الإيرانيين كما قلنا، انه سودري وكذلك بنهام صدغي وجدرازي يعني قدم بحثا رائعا في في فيما يخص طرس صنعاء، وكذلك الأستاذة أسماء الهلالي من تونسية الأصل، فكما كذلك قدمت، لكن طبعا تحيز إلى الجانب العقائدي الإسلامي، فكانت تحاول ما أمكن أن تعطي نظرة بأن هذا المصحف لم يكن مصحفا رسميا موجود يعني على الساحة. هي تقول فقط نوع من التدريب للطلاب، وهذا غير صحيح من الناحية العلمية. أخي مسيح، أنا يعني مبسوط جدا إن أعطيتنا معلومات عن طرس صنعاء، كان بعضها متوفر لدي والبعض والكثير منها كنت أجهله، لكن نحن لا نعرف ما هو، هذا هو اللي أنت استطعت تشوفه، ما نعرف شو اللي ما قدرتش تشوفه من ال 44 ميكروفيلم. نعم نعم، هي احنا درسنا الأهم، أهم ما هو موجود. كيف يمكن أن نحكم إذا كنت ما درسته هو الأهم إذا المخطوطات غير متوفرة لدينا؟ ما هي كانت متوفرة للدكتورة إليزابيث بوين وللدكتور غارت بوين، يعني ورأوا أنه لا مجال لتضييع الوقت في مصاحف حديثة، يعني من القرن مثلا القرن الرابع عشر أو من القرن السادس عشر أو من القرن السابع عشر، يعني غير مهمة، ممكن تكون مهمة بالنسبة لذكرها وأين ربما كتبت أو شيء، لكن ليس بالأهمية طرس صنعاء ولا بأهمية المجموعات الأخرى الخمسة اللي هي كانت يعني قمة في 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 الروعة بالنسبة للخط ولطريقة الكتابة، كالمجموعة الرابعة DAM 20 شرطة 33 نقطة 1 على سبيل المثال. ف يعني سواء في فرنسا مثلا في جامعة ليون، ولا يعني قاموا بدراسة هذه المخطوطات، يعني ليست هي حكر على مجموعة إنارة أو بوين،
هي فقط أعطيت للمتخصصين اللي هم يعني متأكدين اليمنيين أنهم يستحيل أن يعطوها تخرج خارج نطاق سيطرتهم. فإذا أردت يعني إذا كان هناك الباب مقفول لنشر هذه المخطوطات فهي جاءت من إدارة صنعاء وليس من المتخصصين. فالمتخصصين بودهم أنهم يطلعوها للعموم كما حصل مع مصحف باريزينو بيتروبوليتانوس عند الدكتور فرانسوا ديروش ونشر صور المخطوطات. فهذا يعني شيء عادي بين المتخصصين أنهم ينشروا صور. وأنا بدوري سوف أنشر الصور لمارسيل 18 في الكتاب المقبل اللي هو انتهيت من عمله، لكن بظروف كوفيد يعني وقفنا هذا المشروع نشره إلى السنة القادمة. فبالتالي يعني نشر هذه المخطوطات نتمنى أن كل المخطوطات اللي هي موجودة توضع على صفحات مكتبات كالمكتبة الوطنية الفرنسية أو مثلا أو برلين أو كل أو كوربوس كورانيكوم يقدموا للباحثين هذه الصور وتكون يعني في متناول الجميع. أتمنى ذلك. لكن طبعا القوانين صارمة في هذا المجال، وبالتالي لا يستطيع أي أحد أن يكسر هذه القوانين نظرا يعني المحك مصداقيته في المجال الأكاديمي والعلمي. فلا يقوم أي واحد بأخذ الريسك لإخراج مثل صور هذه المخطوطات بدون إذن مالكيها. أما بالنسبة للطبعة التي بين أيدينا واللي هي طبعة الملك فاروق فؤاد مصحف فؤاد، هي مجموعة من المخطوطات أو من المصاحف. أقدم مصحف كان هو مصحف نشأه أو كان في مطبعة بولاق سنة 1822. يعني بدأت طباعة المصحف وكانت هناك يعني في سنة 1833 الطبعة الثانية منقحة وأكثر أحسن من الأولى، وتمت برعاية محمد علي باشا رغم أن كانت هناك معارضة شديدة من الشيوخ الأزهر لأنه لم يحبوا هذه التقنية الجديدة تقنية الطباعة، فكانوا يريدون فقط ما هو مكتوب بخط اليد وليس مطبوع. لكن النسخة أو طبعة 1924 في القاهرة اللي كان تحت إشراف لجنة معينة من الحكومة المصرية برئاسة محمد علي الحسني الحداد هي اللي وجدت يعني إقبال وأصبحت تدرس في المجال التعليم الديني في مصر. كذلك طبعة الملك فاروق 1936 كل هذه القراءات كانت بقراءات كل هذه المصاحف كتبت بقراءة حفص عن عاصم لأن هي الأكثر شيوعا والأكثر ستوندار في يعني لا سواء بين السنة أو الشيعة، وهي اللي قامت كل هذه الدراسات القرآنية والترجمات. فتقريبا معظم الترجمات الموجودة للغات المختلفة هي كانت عن قراءة حفص عن عاصم، فهي الأكثر يعني تداولا بين المتخصصين. فدائما هي كانت ريفرنس تبع المصاحف رغم وجود 10 قراءات مختلفة إلا أن قراءة حفص عن عاصم هي اللي خدت الريادة.
لكن هذه الطبعة الطبعة المصرية واللي تتداولها أيضا الحكومة السعودية، هذه ليست طبعة محققة علميا. هذه هي المشكلة. هي دراسة، اسمح لي فقط، هي دراسة، لأنه مثلا عندما حاولوا أخذ الرسم العثماني من خلال مصحف المشهد الحسيني، وجدوا إشكالية، وهي وجود ثلاث قراءات مختلفة داخل مصحف واحد، وهذا يعني جعل الموضوع صعب. لهذا السبب يعني لجنة الشيخ محمد علي الحسيني الحداد هم من حاولوا بالنظر إلى مجموعة من المصاحف القديمة الوصول إلى هذه يعني هذا الرسم، رسم ما يسمى بالرسم العثماني يعني، وكأنهم وحدوا هذا الرسم في هذه الطبعات الجديدة كاجتهاد منهم. طبعا هي ليست تحقيق من مصحف معين بذاته، لكن هي بالنسبة لهؤلاء الشيوخ أو لهذه اللجنة كانت دراسة حول الرسم الموجود في المصاحف المختلفة، وتنحية تماما القراءات المختلفة، القراءات العصر، وإعطائنا فقط الرسم بقراءة حفص عن عاصم. هي هذه يعني كانت طريقة طبع المصاحف الحديثة. وشكرا. شكرا دكتور محمد مسيح، وشكرا وجزيل الشكر للدكتور سامي يذيب. إذا نحاول أن نلخص كل ما سبق. مخطوطات صنعاء أركولوجيا تعود إلى عصر الأول في الإسلام، كذلك يبدو جليا أنها ليست نسخ من أجل تدريب البعض على الكتابة أو نسخ القرآن يدويا، يبدو أنها نسخة رسمية، لأنها وذلك طبقا للمواد التي مستعملة في كتابتها، وذكرت هنا تحديدا جلود الحيوانات، ويبدو أنها كانت مادة يعني نادرة وغالية الثمن، فلا يمكن أن تكون قد استعملت فقط من أجل التدريب. لدينا أيضا تضارب، إن صح القول تضارب، في المعلومات وشبهات وشكوك وضبابية حول مآل هذه النسخ والصور الرقمية منها على مدى ربع قرن. أغلب الشهادات تؤكد إلى حد ما أن هناك إرادة في تغييبها وإبعادها عن يعني متناول المتخصصين والباحثين في هذا المجال، ولا أحد للأسف يملك المعلومة الصحيحة حول هذا. أيضا إن كنت دقيقا، النسخ لا تختلف جذريا عن النسخة الحالية من القرآن، ولكن بها اختلافات تحيلنا عن فهم جديد لنشأة الإسلام بصفته نسخة معدلة عربية عروبية لليهودية والمسيحية في الجزيرة العربية تحديدا. كذلك لدينا خبر سار جدا أورده الدكتور سامي ذيب حول أن كل النسخ الرقمية من هذه المخطوطات سيتم نشرها قريبا وستكون متاحة للعموم. لدينا الكثير والكثير من الأسئلة من المتابعين، إن حاولت أن ألخص تتمحور حول سؤالين كبيرين، وهنا أتوجه بالتحديد للدكتور محمد مسيح. السؤال الأول، ماذا تتوقع، أو بالأحرى إلى أي مدى قد تسير بنا مخطوطات صنعاء في إعادة تشكيل الفهم حول نشأة الإسلام وحول الرواية الحقيقية أو الرواية التي لم تروى عن كتابة القرآن؟ ماذا تتوقع، إلى أي مدى قد تذهب بنا بعيدا في ظل كل النظريات التي تقول أن الإسلام أسطورة، أن شخص محمد في حد ذاته أسطورة، أن الإسلام هو نشأة عباسية والآخر يقول أموية؟ برأيك أنت كمتخصص على الأقل في جانب اعتقادك وفي جانب ما رأيته وما اطلعت عليه من بعض النسخ، في صورة ما إذا نشرت كلها، في صورة ما إذا كان لدينا بحث شامل، ورقة علمية شاملة حول الموضوع،
ماذا تعتقد دكتور مسيح؟ إلى أين قد تأخذنا هذه النسخ؟ هل تعتقد أنها ستثير جدلا حادا، أم تعتقد أنها قد لا تبتعد كثيرا عن الروايات المقدمة إلى حد هذه الساعة؟ تفضل دكتور. نعم على هذا السؤال، شكرا على هذا السؤال. بالنسبة ما أتوقعه بحسب هذه الدراسات وكل ما يتقدم بنا الوقت، كل ما نصل إلى مجموعة كبيرة من الأبحاث حول هذه المواضيع، خاصة في الدراسات القرآنية بشكل خاص والدراسات في التاريخ المبكر بشكل عام، ما هو متوقع هو أنه تنبيه الآن خاصة العرب المسلمين على الرجوع إلى التاريخ المادي والوقوف بطريقة صارمة على هذا التاريخ المادي الغائب، لأن هذه المخطوطة طرس صنعاء على سبيل المثال أعطتنا أن هناك مصاحف لم تذكرها الرواية الإسلامية ولم تتطرق لها وكأنها لم تكن موجودة في الوجود إلى أن ظهرت فجأة في السبعينات القرن الماضي. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن العالم العربي الإسلامي يجب عليه إعادة النظر في الموروث الإسلامي الذي تعلمناه وأخذناه عن شيوخنا، لكننا لم نزرع في عقلية الباحث مسألة الشك على أنه هذه أخذناها بطريقة، أخذنا كل النصوص وكل هذه المعلومات حول الموروث الإسلامي بطريقة عاطفية وبطريقة عقائدية دينية إيديولوجية أي شيء أردته، فعلينا الآن إعادة النظر في هذا التاريخ الغائب والنظر إلى التاريخ المادي وإعادة النظر ومعرفة ما حصل بالضبط، لأننا لو عرفنا ما حصل بالضبط في القرن السابع الميلادي وكيف ظهر الإسلام كعقيدة جديدة خاصة في العصر، بداية من عصر عبد الملك بن مروان وتكملة في العصر العباسي، فهذا يعني يطلب منا أو نحن مطالبين بإعادة النظر فيما كان موجودا قبل عبد الملك بن مروان، خاصة في العصر معاوية وفي عصر أبو تراب، في تلك الفترة نريد أن نعرف مدى صحة ما قيل في الموروث الإسلامي، لأنه فيه تضارب كبير وفيه علامات استفهام كثيرة، خاصة عندما ننظر إلى جغرافية القرآن فلا نجد لمنطقة الحجاز وخاصة مكة أي يعني سبيل لا 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 لأن يكون هذا المصحف هو ابن تلك المنطقة، هو المصحف أو القرآن الذي بين أيدينا أو ما وجدناه في المخطوطات كله يعود إلى منطقة الشمال في بادية أرض الشام، وكذلك منطقة فلسطين والأردن وجزء من العراق وأرض سيناء، فهذه ومنطقة العلا بالسعودية، هذه المنطقة هي التي تحدد جغرافية النص القرآني، ولا علاقة لها بمكة والمدينة على الخصوص نظرا لعدة أسباب، لتطور الخط، لأنه بفضل مادة الباليوغرافي علم الخطاط الآن أصبحنا نعرف أنه كانت هناك ثلاث خطوط موجودة في عند العرب، عرب الحجارة أو عرب أرابيا بيترية عندهم كان الخط النبطي، تطور منه الخط العربي المعروف اللي هو الخط المائل، تطور من الخط النبطي
ورغم انه الخط النبطي لم يكن مؤهلا لكتابه نص كالنص القراني، في حين نجد، وهذه معلومه اكيده 100%، انه الخط التمودي كان موجودا في على ارض الحجاز، كان موجود هذا الخط وبه 27 حرفا، وكان من يعني من المفروض ان القران اذا كان ابن مكه والمدينه كان المفروض ان يكتب بالخط الثمودي او بالخط السبائي. فالخط السبائي كذلك به 27 حرف، وكان لا يحتاج الى يعني الى هذه المشاكل الموجوده في الخط المائل او ما سمي فيما بعد بالخط الحجازي، وتطور الى الخط الكوفي الى ان اصبح الخطوط اللي احنا نعرفها الخطوط النسخية. فما أتوقعه أنه على الأقل أصبحت هناك يعني صحوة في عند المثقفين، خاصة الآن هذه يعني مجال السوشيال ميديا فتح لنا بوابة لمناقشة هذه المسكوت عنه، والذي كان لا يقال أثناء المجامع الآن أصبح يقال مباشرة لكل الناس، وأصبح المثقفين خاصة الباحثين الأساتذة بالجامعات العربية يهتمون الآن بهذا الموضوع، وأخص بالذكر أقسام الفلسفة، فهم أكثر الأقسام الدراسات الأكاديمية في الدول العربية اللي هي تريد يعني الدخول في هذا المجال العلمي الحديث، والبداية بتدريس مادة الباليوغرافي ومادة الكوديكولوجي ومادة الفيلولوجيا، يعني ثلاث مواد يعني مطالب الجامعات العربية ببداية في تدريسها للطلاب حتى نستطيع القيام بالقراءات و يعني تحقيق المخطوطات على يد يعني ناس عرب وليس مستشرقين. الآن الريادة عند المستشرقين وفي المعاهد الغربية، لكن نتمنى أن تكون، لأنه كل ما هو موجود عندنا في مثلا في عندنا في المغرب هي يعني تركيزها اكثر على المخطوطات اللي هي تعود الى العصر الوسيط مثلا، او المخطوطات الاندلسيه على سبيل المثال هي اللي اكثر اهتماما عند الباحثين، وليست المخطوطات القديمه. كذلك دراسه اللغات الساميه، خاصه اللغه الاراميه واللغه العبريه واللغه اليونانيه، فهذه ثلاث لغات يعني محتاجين الى تخريج اجيال من الطلاب في هذا التخصص حتى نستطيع فهم الجذور الاولى للنص القراني، لان النص القراني يحتوي على بصمات واضحة جدا من هذه اللغات التي ذكرناها، ويأخذ مشروعيته ويأخذ قداسته من هذه النصوص القديمة، وخاصة عندما نجد بعض المقاطع بعينها موجودة مثلا في التلمود أو نجدها مثلا في التناخ أو نجدها في بعض الرسائل المسيحية أو بعض القصص الوعظية، نجدها بقوة. حتى بعض الأقوال علماء مسيحيين في القرن السادس الميلادي نجد بعضها موجود في هذا النص، أو على الأقل بصماته موجودة، والترم أو الكلمات الأساسية اللوترجية في النص القرآني هي مأخوذة يعني كما هو واضح من اللغة الآرامية، ككلمة مثلا صلاة وزكاة وسورة وآية يعني كل، وقرآن، حتى القرآن نفسه كلها مصادرها
تأتي من الخط أو من اللغة الآرامية بامتياز، فمحتاجين مجموعات كبيرة لدراسة هذا الموضوع، وبالتالي تكون نتائج أكيد مرضية، وأكيد سوف نفهم ما حصل في تلك الفترة، لأن يعني ما قيل آلاف وآلاف الكتب كتبت حول مثلا السير النبوية والأحاديث النبوية، لكن كلها على العموم عليها علامة استفهام وليست مؤهلة لأن تكون نعتبرها كحقيقة واقعية تاريخية، هي فقط كان اجتهاد من أصحابها، منهم من اجتهدوا فعلا بضمير، ومنهم من كانت له يعني مصلحة خاصة عندما يتعلق الموضوع بالسلطة والخلافة، فهنا المعايير تتغير وتصبح السلطة السياسية والسلطة المادية هي الحكم وهي الفصل وشكرا. شكرا جزيل الشكر لك دكتور محمد مسيح، جزيل الشكر لضيفنا دكتور سامي ديب أيضا، يعني تشرفنا بهذا اللقاء الرائع وهذه الدردشة الراقية وهذا الحوار الممتع الشيق الذي يعني نتمنى أن يتواصل لساعات ويدوم لساعات وساعات. يعني العلم لا يمكن إلا أن يساعدنا في فهم الأديان وفهم الميتافيزيقا، العلم لا يمكن إلا أن يساعد الإنسان على هذه الحياة. إن لديكما المزيد من التعليقات نحن هنا بالاستماع. لدينا ضيفة معنا على المنصة دجلة تود أن تضيف شيئا على ما قيل، ولدينا بعض الأسئلة لو تسمحان دكتور سامي ودكتور محمد، دكتور مسيح ودكتور ديب، لو تسمحان يعني بالإجابة عن بعض الأسئلة ونمر إلى ضيفتنا دجلة، تفضلي. مرحبا. بصراحة هو يعني أنا يعني 2019 يعني كان عندي بالمدرسة درس عن اللغات القديمة وبداية اللغات ويعني تاريخ اللغات، فاكتشفت بالمدرسة وأنا عايشة بالسويد إنه العربية اللغة العربية هي نتاج للغة الآرامية السريانية والآرامية، فبديت يعني ألاحظ هو من البداية أنا كنت يعني أنا أتحدث السريانية والكلدانية لغتنا الأم يعني، فكنت ألاحظ أكو تشابه في الكلمات بين السريانية والكلدانية وبين العربية، بس أنا ما كنت مهتمة، بس بالفترة الأخيرة صرت يعني أنتبه يعني أكثر. اليوم كنت عند ناس أقاربي فرحت عندهم وشفت هاي الصورة اللي حطيتها حاليا بالبروفايل عندي، هي يعني تسبيح من تسابيح أو صلاة من صلاة الإنجيل باللغة الآرامية، فأنا يعني ظليت يعني أطلع فيها، بلكي أحاول أفهم الأحرف الكلمات، لأنه إحنا ما نكتب ونقرأ الآرامية بس نتكلم السريانية يعني والكلدانية، هي يعني أي واحد يشوفها حتى إذا أي إنسان عربي يشوفها يتكلم اللغة العربية أكو أحرف عربية بس هي مايلة، ويعني هي يعني أحرف عربية بس بغير طريقة. أنا حاولت أقرأ كلمة أو يعني أفهم الهاي، اللي لفت نظري أول الثلاث أسطر الفوق لقيت كلمة يعني محمد يعني كاملة، وتحتها حامودو حمدخله، يعني هذه الكلمات سريانية يعني نحمد حامودو آلوهو يعني نحمد الله، فهي موجودة أنا لأنه أعرف السريانية فأنا قدرت أقراها بالآرامية، يعني هي هاي الكلمتين اللي قدرت أنا أقراها حامودو آلوهو يعني نحمد الله. فالثلاث أسطر الأولى هي واضحة حتى أي إنسان عربي يقرأ ويكتب عربي راح يلاحظ أنه كلمة محمد هي كاملة فوق وتحتها حامودو
حامودو آلوهو، يعني أنا استغربت من التشابه. وفوق مكتوب في ملاكين حاملين ملاكين وعصفور، مكتوب إنجيل باللغة الإنجليزية، وتحت في المذبح، مذبح الكنيسة، يعني هذا مذبح الكنيسة يسموه مذبح الرب. فهذا سألت الناس، يعني سألتهم أنتم من وينكم هذا، يعني هذه هي لوحة، هي من وين جبتوا هاي اللوحة؟ قالوا هذه يعني قديمة جدا عندنا، يعني احنا متوارثيها. قلت لهم تفهمون كلماتها معانيها؟ قالوا لا احنا ما نفهم يعني، بس هي نعرف هي لغتنا القديمة يعني. وقلت لهم طب شنو هذه المكتوب فيها؟ قالوا هذا يعني تسبيح إلى الرب، تسبيح. فأنا لفت نظري الكلمات بالسطر الأول والثاني. الأول يعني نقدر نقول إنه مكتوب محمد بس بها أليف وحامودو وآلوهو يعني. فأنا اللي قدرت أطلع بس هالكلمتين لأن أنا أعرفها بالسرياني، حامودو آلوهو يعني نحمد الله يعني. بس هذا اللي حبيت أقولكم، قلت يمكن تحبون تشوفون هذه المخطوطة لأن هي قديمة وفيها كلمة نحمد الله وكلمة يعني أول سطر يعني واضحة كلمة محمد يعني. فالظاهر إنه كلمة محمد هي يعني تعني الحمد، يعني الشكر لله، الحمد لله يعني. فيعني أنا يعني كنت أسأل شو معنى اسم محمد بالآرامية، يعني شكر لله، حمد لله. بس هذا اللي حبيت. شكرا صديقتي على هذه الإضافة وهذه المعلومة. طبعا هناك بحوث كثيرة جدا حول تداخل السريانية والعبرية وغيره من اللغات والثقافات في منطقة الشرق، حول تداخلها في نص القرآن وفي معانيه وفي الرسالة الإسلامية بشكل عام. ممكن أتدخل هنا إلى الأستاذ سامي، الدكتور سامي ذيب والدكتور محمد مسيح، وأدعوهما إلى التعاون بينهما، عسى أن نرى بحثا شاملا حول مخطوطات صنعاء، حول يعني ما تعنيه حقا وما يمكن أن تقدمه لنا من أجل فهم حقيقة بداية الإسلام كدين وكمؤسسة سياسية ودينية وعقائدية في شبه الجزيرة العربية. ممكن أتدخل هنا شوية؟ دكتور سامي يبدو أنه قد غادرنا. لا أنا موجود، أنا موجود معكم شيء. أنا موجود معكم سيح. إن كنت معنا أدعوك كما قلت قبل قليل للتعاون مع الدكتور سامي من أجل إيجاد فرص للخروج ببحث حول هذا الموضوع. وبالمناسبة أشكر كل من ساهم في هذا اللقاء وكل من أثراه من المشاركين. لدينا عشرات وعشرات الأسئلة، طال اللقاء وأرجو أن يتكرر كي نتيح الفرصة للجميع أن يتقدم ويسأل ويفيد بأي معلومة ممكنة حول الموضوع. ننتظر ما بشر به الدكتور سامي حول خروج النسخ الرقمية من مخطوطات صنعاء إلى الضوء للجميع، للعلن، للباحثين وحتى غير الباحثين من أجل الاطلاع عليها ومزيد فهمها. دكتور مسيح لك الكلمة الأخيرة حول كل ما جرى، حول كل الأحاديث حول مخطوطات صنعاء، الحقيقة والخيال حولها، حول ما نسج عن محاولة إخفائها ثم ظهورها بعد أكثر من ربع قرن، حول من يقول أنها ستؤكد أن القرآن لم يتغير إطلاقا وإن حدث ذلك فهو بشكل طفيف لا يؤثر في جوهره، وحول من يقول أن مخطوطات صنعاء لو تنشر بالكامل ولو يكون هناك بحث شامل ومطول وعميق حولها سنكتشف هو شاسعة بين النسخة الأولى والنسخة الحالية، ما يحيلنا إلى الاصطدام يعني بفكرة أن القرآن ليس رسالة إلهية بل هو تأليف بشري في أزمنة متتابعة. تفضل دكتور محمد. نعم، هو يعني للأسف مسألة شو بيسموها يعني نظرية المؤامرة. فنظرية المؤامرة عندنا احنا كدول
دولنا يعني دائما مطروحه على 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 الارض. يعني ما قاله الاستاذ سامي موضوع انه اخفاء هذه الصور ربع قرن, يعني هذا شيء مبالغ فيه, وكانه يعني في ناس بدها تغيب الحقيقه ولا تجعلها في متناول الجميع. الاشكاليه انه الشيوخ المسلمين يعني لا يعترفون بهذه المخطوطات لانها فقط كتبت من اشخاص لا يعلمون عنهم شيئا. يعني انه كتبت هذه المخطوطه فلا نعرف هل اصحابها كانوا يعني من التقاة او من الشيوخ فعلا, ام هي فقط كتابة من نساخ عاديين, وبالتالي هناك اخطاء, حصلت اخطاء في النقل او في الكتابة الى اخره, ولا يريدون الدخول في 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 مشكلة. دكتور, المعذرة على المقاطعة, ولكن في ذات الإطار وذات السياق وردني سؤال الآن حول إخراج مخطوطات صنعاء من مظلة البحث العلمي والأكاديمي والأركولوجي كي تتحول إلى مادة يمكن التحاور من خلالها مع شيوخ, يعني بما قد نسميه مناظرة أو تحاور أو تجادل بين الشيوخ والشق الأكاديمي حول مخطوطات صنعاء. يعني هل يمكن عرض هذه النتائج على بعض الشيوخ وسؤالهم عن رأيهم حول الموضوع؟ نعم, هو كصور, لأن الشيخ راح يقول لك اعطيني دليلك كصورة. أوكي, عندما تكون هناك مناظرة أو مثلا جدال فهو يطالبك بالصورة, وأنت لا تستطيع أن تقدم الصورة نظرا لأنك لا تستطيع كسر الحقوق, حقوق النشر. المشكلة كلها موجودة بيد صنعاء, هم اللي يستطيعوا يعني يحلوا هاي المشكلة أو يخلوها مغلقة. لو أعطوا الأوكي, لو أعطوا موافقة, يعني آسف دكتور مسيح مرة ثانية على المقاطعة, يعني أشعر وكأننا ندور حول ذات النقطة, يعني نتقدم قليلا ثم نعود إلى النقطة الصفر, وهي فكرة أن هذه المخطوطات غير متاحة للجميع وغير متاحة للعموم, لا للباحثين ولا لغيرهم. يعني كأنما هناك مأزق في الموضوع. ما كما قلنا أنه هي الإشكال اللي طرح الجديد في الموضوع, أنه مسألة أن القرآن محفوظ في الصدور, يعني هذا الطرس كسر هذه الفرضية. دائما نسمع أنه القرآن محفوظ في الصدور, القرآن محفوظ في الصدور, دائما نسمع هذه العبارة تتردد. لكن طرس صنعاء عندما يصبح معترفا به من كل المتخصصين في هذا المجال على أنه كان مصحف من المصاحف التي كانت متداولة في عصر من العصور الأولى للتاريخ الإسلام, وقتها يبطل الشيوخ وغير الشيوخ أن يقولوا أن القرآن كان محفوظا في الصدور, وما قراءات المختلفة العشرة إلا دليل على عدم حفظ هذا النص في الصدور كما يقال. حفظ في الصدور بعدما توحد النص, يعني في العصر العباسي, بس قبل هذا العصر لم يكن محفوظا في الصدور كما كان. والرواية الإسلامية تشهد على ذلك عندما تقول بأن هناك مصحف علي بن أبي طالب, وهناك مصحف عبد الله بن مسعود, وهناك مصحف أبي بن كعب, ولا نعلم عنه إلا القليل عن هذه المصاحف. فإذا كانت هذه المصاحف هي تحمل نفس الصفات والفكر الموجود في ما هو بين أيدينا الآن, فلماذا أحرقت هذه المصاحف؟ فلماذا طمست هذه المصاحف؟ ما السبب؟ ولماذا دون القرآن حتى يحفظ في الصدور؟ يعني لماذا دون القرآن أصلا إن كان هو محفوظا في الصدور من دون حاجة إلى التدوين ومن دون حاجة إلى استعمال رقائق يعني الرقاقات أو أي يعني جسم يكتب عليه مثل الجلد, جلد الماعز أو مثل المصاحف أو كل هذه الأشياء. يعني هناك إشكالية كبرى لا ينتبه لها الشيوخ أو الباحثين. عندما يقال
انه المصحف كان يعني انه القرآن نزل يعني عبر آيات بحسب أسباب النزول، وترتيب هذه الآيات تحتاج إلى جهد في الحفظ. ويقال إنه المسلمين الأوائل كانوا بارعين في الحفظ، يعني الحفظ عندهم شيء عادي جدا، يحفظوا نصوص كثيرة. لكن ما يكذب هذا الادعاء هي عدم وجود مثلا نصوص خطب يوم الجمعة، يعني أنه من يوم ما صار في صلاة يوم الجمعة وخطبة يوم الجمعة مفروض أن الرسول محمد قام بإعطاء عدد كبير جدا من الخطب يوم الجمعة، ولا نجد عنها أي شيء. لو كانت فعلا كان العرب يحفظون بسرعة سرعة البرق، فكان من المفروض أنهم يحفظوا كذلك هذه الخطبات، خطبات يوم الجمعة. الإشكالية عندما يقول أنه الآية الفلانية توضع في المكان الفلاني، فبالتالي الشخص اللي هو نعتقد أنه حافظ للقرآن فسوف يغير كل الترتيب اللي كان في دينه ويغيرها بحسب هذه الآيات، سواء كانت واحدة أو اثنين أو ثلاثة في أماكن مختلفة في النص القرآني، فهذا يستحيل حفظه. فبالتالي يعني لم يكن محفوظا في الصدور، النص القرآني لم يكن محفوظا في الصدور، فإنما كان مكتوبا كفصول معينة، فأخذت هذه الفصول ورتبت بالطريقة التي نعرفها الآن على الأقل في المصحف، المصحف ما يسمى بمصحف عثمان على الأقل في هذه المرحلة. فالمصاحف مرت بعدة عمليات ومراحل كثيرة، فهذه المراحل يجب دراستها علميا حتى نستطيع معرفة ما حصل بالضبط، وحتى نبطل نقول بأن القرآن مثلا كان محفوظا في الصدور. فبعض الآيات نجد فعلا أن هناك أخطاء النساخ وبقيت إلى الآن، مثلا كلمة كالطود العظيم هي كالطور العظيم، من المؤكد أنها من كالطور العظيم وليس كالطود العظيم. فالرجل لأن الكتابات الأولى كانت الراء والدال شبيهة بعض، خاصة في اللغات السامية، لو نظرت إلى اللغة السريانية الراء والدال فقط، الاختلاف هو التنقيط. فبالتالي أنه نسبة ورود خطأ موجود نجدها 10 مرات مكتوبة بطريقة صحيحة، ومرة واحدة فقط أخطأ الكاتب أو الناسخ في كتابتها، وأصبح هذا الخطأ شائع، وأصبح حتى أنه كلمة طود أصبحت بمعنى الجبل العالي، رغم أنه في اللغة العربية وجد لها معنى فيما بعد، يعني وجد لها معنى فيما بعد، والشيوخ هم من رسخوا بمساعدة الشعراء في العصر العباسي، رسخوا هذه المفاهيم وأصبحت حقيقة وأصبحت في اللغة العربية الفصحى، ومن يقول بغير ذلك فهو جاهل. هي هذه الإشكالية اللي حصلت. لكن عندما تعيد دراسة هذه المخطوطات ونرى بأم أعيننا كما هو حصل في مثلا في كلمة الكلالة، فتجد كلالة في سورة النساء الآية 12 تختلف عن الكلالة الموجودة في آخر سورة النساء. ما السبب؟ سبب خطأ أنه أضافوا حرف اللام وأصبحت كلالة، وهي في الأصل كانت كلة معناها الأرمل الكنة التي توفي زوجها وشيخها أو أبو زوجها لا زال على قيد الحياة، فتأخذ نسبة سدس التي فقدته عندما توفي زوجها بسبب وجود أبو المتوفى أو أمه، فكأنها إعادة لهذا السدس مرة أخرى عندما يتوفى شيخها أو يتوفى عمها اللي هو أبو زوجها. فبسبب خطأ أو بسبب إضافة لام أصبحت هناك تشريعين
كل النقاد اللي ينتقدوا النص القرآني ينتقدوا من هذه الناحية ويقول ليس هناك حسابات دقيقة في مسألة المواريد. وهذا الموضوع يعني بسبب الأخطاء اللي حصلت أثناء النسخ، لكن الشيوخ والفقهاء يستحيل أن يعترفوا بهذه الأخطاء، لأنها يقولون إنه إنا نزلنا الذكر وإنا لحافظون. إذن كل كلمة حرف نزلت من اللوح المحفوظ هي كذلك كما هي بين أيدينا. لكن ما يكذب هذا الدعاء هي وجود مصاحف أخرى ضاعت وأحرقت، وسبب حرقها أنها تختلف عن هذه المصاحف. إذن أين هي الحقيقة؟ من يطمس الحقيقة أو من يحرق المصاحف هو من يريد طمس الحقيقة. لو كانت مصاحف موجودة بين أيدينا الآن لما كان يجرؤ أحد أنه يقول أنه هذا المصحف يعني صار فيه تغيير، ولا وجدت شيعة أنهم يعتقدون بفكر آخر يختلف تماما عن السنة فيما يخص المصحف. فهم الآن بسبب غياب المصحف علي بن أبي طالب مجبرون على أن يأخذوا بهذا المصحف الذي بين أيدينا، هم مجبرين، لكن في قرارة نفسهم وفي عقيدتهم أنه مصحف علي هو الأصل. أين هو هذا المصحف؟ لا 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 يعلم أحد أين هو، ولا يعرف ما مضمونه. هذه إشكالية كبرى بين الطائفة الشيعية والطائفة السنية فيما يخص المصحف نفسه أو القرآن. فهذه إشكاليات كبرى. وشكرا. شكرا لك الدكتور محمد مسيح، وشكر موصول أيضا جدا جدا للدكتور سامي الذيب على هذه المشاركة. ممكن أتدخل فقط بالنسبة للأستاذة، شو كانت اسمها الأخت اللي كانت موجودة من شوية، حكت دجلة، الأستاذة دجلة، عن موضوع محمد. فمحمد ليس اسم كما يشاع، وإنما صفة، وهذه الصفة تحمل كل المجد والحمد. يعني محمد معناه ممجد، والممجد والمحمد بحسب العقيدة عند السريان هو المسيح يسوع، هو الممجد، هو الكلمة التي صارت جسدا، وهو كذلك العبد، لأنه أصبح في صورة عبد، الكلمة أصبحت في صورة عبد، وسمي وأعطي له هذا اللقب الممجد والمحمد. وبالتالي محمد هي صفة فقط، صفة من أعلى الصفات الحمد، لأن الحمد يخص فقط الله. الله هو المحمد، هو الممجد. فبالتالي من هذه الناحية يعني السريان أو الفكر السرياني أو العقيدة المسيحية تأخذ بهذا التعبير المحمد. وبالتالي محمد ليس شخصية معينة، وإنما إشارة للمسيح، إشارة للمسيح، إشارة للمخلص، إشارة للفاروقة، يعني بمعنى المخلص. ولهذا السبب معهد إنارة ينظر إلى شخصية محمد اللي موجودة عند ابن إسحاق كشخصية خيالية، شخصية وهمية تماماً. وهذا فعلا يعني هناك الكثير من الأبحاث تؤكد هذا الموضوع، كلها يعني تزوج بعائشة، وهي الشغلات كلها ليس عندنا أي دليل علمي مادي يعني يقوي هذا الطرح. كل ما أتى في العصر العباسي، ونحن نطرح سؤال خاصة عندما ننظر إلى النص القرآني، ويطالب كل مسلم عندما يأخذ قرض من شخص مسلم، يأخذ قرض من آخر، فهو يحتاج إلى كتابة هذا القرض رغم بساطته في سورة البقرة الآية 282، فما بالك بالتاريخ، تاريخ غير مكتوب. لماذا؟ لأنه أحرق وضاعت سطوره، يعني يا إما أغليت في الزيت أو أحرقت بالنار أو دفنت أو طمست بالماء كما حصل لطرس صنعاء. وشكرا دكتور محمد مسيح، وشكرا أيضا للدكتور سامي ذيب، كانوا معنا حول موضوع مخطوطات صنعاء إفادة عظيمة، ونرجو أن
يسارع الدكتور سامي في جهده الذي بذله ومشكور عليه أيضا من أجل إخراج هذه المخطوطات للعلن مرة أخرى كي نرى ما فيها ونستدرك هذا الجزء الضائع من التاريخ. أشكر أيضا كل من ساهم معنا في التحضير وإدارة هذا اللقاء. أشكر أيضا جيهان وسارة وكل والجميع الذين ساهموا معنا في إدارة هذا اللقاء. إذن نحن لدينا غرفة أخرى هي مفتوحة على الدوام، وضعت الرابط في الأعلى، يمكننا الالتحاق لنتناقش حول ما ورد اليوم. أعلم أن الجميع لديه ما يدلي به ولديه معلوماته الخاصة ولديه تساؤلاته. أعتذر للكثيرين الذين لم نتمكن من طرحي وإيصال أسئلتهم لكل من الدكتور محمد المسيح والدكتور سامي ذيب. لدينا لقاءات أخرى أكيد جدا، وهنا أدعو الدكتور سامي ذيب والدكتور محمد المسيح أن يكونوا موجودين معنا كل ما استطاعوا من أجل إنارة العقول وتسليط الضوء حول كل هذه القضايا الضائعة من التاريخ. جيهان، لك الكلمة. جيهان، شكرا، وشكرا لضيوفنا الكرام للحضور معنا وللحوار الشيق. الموضوع يطول فيه نقاش، غرفة واحدة أو ساعتين أو ثلاث غير كافية بالتأكيد للإلمام بكل جوانب الموضوع. ننتظر من الدكتور محمد المسيح ومن الدكتور سامي الديب أن يلتحقوا بنا في مرات أخرى ويكونوا ضيوفا لنا ويشرفنا ذلك. نشكر كذلك كل من كان معنا من الحاضرين والمستمعين، وأود أن أنوه إلى أن المخطوطات يعني هو موضوع ليس جديدا، ولكنه يعني موضوع الساعة، وسوف يظل موضوعا مهما إلى أن يتم الإفصاح عن العديد من الأشياء والحقائق التي لم يتسنى لنا النظر فيها بعد، لأنها تظل حكرا على المجتمع العلمي وعلى ثلة قليلة من العلماء. شكرا للجميع على الحضور. ننتقل إلى الغرفة يعني المذكورة أعلاه، وسهرة طيبة للجميع. شكرا جيهان، شكرا مرة أخرى الدكتور سامي ذيب، شكرا الدكتور محمد مسيح، نورتونا جميعا، شكرا لكل المستمعين، وسهرة طيبة وإلى اللقاء. شكرا، السلام. إلى اللقاء.